ايه اللي بتعمله ده يا جرح انت؟ مين اللي اذنك توقف الشريط؟ دور البتاع ده تاني ليخلي ليلتك كوبية. مفيش حاجة حتدور، وشغل القهاوي ده تعملوه برا الفيلا. الله الله، ايه العبارة يا معلم حنفي؟ الراجل ده بيشفط فيكوا ليه؟ اكلشوا يابا. لم هدومك وشوف حسابك كام وهوينا. انا ما بشتغلش عند كائن متخلف زيك، انا تابع لصاحب الفيلا، والمستاجر اللي زيك ما يملكش انه يمشيني، وما دمت انا موجود يبقى النظام اللي انا عايزه لازم يمشي. دوشة من النوع ده مفيش، اكل بالطريقة المقرفة دي مفيش، برطاعة على السجاد العجمي مفيش، لمس اي شيء او دخول اي مكان في الفيلا باذن. حلاوة، ده العالم كله اتقلب رأسا على عقب. احنا مأجرين الفيلا دي لمؤاخذة عشان ننفذ اوامر البيل خدام ونمشي له اللي على مزاجه. لا ده ياكل فوق دماغه بقى. يعني بقى اللي هقدمه. ابعد ايدك يا حيوان. حيوان؟ انا الحيوان يا راجل مكنسة؟ طب والله العظيم ثلاثة لخلي ليلتك هباب، حمس بيك البلاط. احترم نفسك يا راجل انت. انت كمان؟ لو على قلوله عليه على حامه. دماغك بقولك انت وهو كلام مطاوع فندي لازم يتنفذ. معلم دول عاملين كمين. المكان منحاصر وبينهم هيضربوا في المليان. عاوزين امدادات من بحر يا جدعان. لموا الزباله اللي فرشتوها على الارض دي. يلا انا بنقترح يا مطوع افندي ان نلمهم هم كمان نرميهم بره في الشارع. لا يا ضاوي، دول اصحاب الفيلا، عندهم عقد ايجار وبوليس هيمكنهم. كفايه عليهم اتربوا وتعلموا النظافه والنظام. البركه في مطوع. بالمناسبه يا مطوع، البهوات المستاجرين دول هيناموا فين؟ هننام في اجدح اوضه في الفيلا، ويكون في علمكم احنا مش مخوفنا شوية البوابين اللي محوطنا بيهم دول. لا احنا قلنا بس نقصروا الشر، مش عايزين ندخل معاهم في عركة، نكسر المطرح ونبهدل المكان، نكسر زهرية، نكسر خلاص 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 خلاص. جهز لهم اوضة النوم تحت الضيوف. جاهزة يا فندم، اتفضلوا معايا. يلا يلا هننام بالامر يا معلم. ماشي حالك لحد النهار ما يطلع يا رب. تصبحوا على خير. بالاذن يا سعادتي، بيه اصلا عندي حلقه في الفجريه يعني. وانت يا ضوي اشكر لنا الرجاله دول وخليهم يتفضلوا يدوروا. متشكرين جدا يا رجاله، نيجي نعملكم في الافراح مع الف سلامه. انقاذ وقت وما نقدرش نعتمد عليه. طبعا، لان المساله عايزه حل جذري ونهائي، والمهزله دي لازم يتوضع لها حد. واعتقد ان كل واحد منا هيحاول من جهته يشوف طريقه. ايوه يلا يا انيس، ندخل المكتب ونوزن الموضوع من الناحيه القانونيه. طيب يا دكتور، انا هقولك تصبح على خير. ايه مش هتستني باباكي وتروحي معاه؟ لا يمكن يتاخر وجايز. مش عايزه تفضل معايا يا دكتور. انت بتدي لنفسك اهميه ملهاش مبرر يا استاذ. انا اللي بدي نفسي. اتخانقوا لكن ما تستعملوش الشوم. يلا. اعتقد ان الموقف اللي احنا فيه جميعا يخلينا نركن تناقضاتنا الشخصيه على جنب ونشتغل كلنا بروح الفريق. انا مش شايف شيء يضحك في اللي انا بقوله. انا بقرر حقيقه موضوعيه لازم نلتزم بيها. اسف، اصلي تصورت اللحظه انك بتتكلم جد. وانا لما اتكلم جد بتضحكي؟ ايوه. ليه مش لايق في الجد؟ مش الفكره، بس انا حسيت انها طريقه بتحاول تهرب بيها من مناقشه اخطائك. ها بتلمحي للي حصل ليله ما كنت عندكم. شوفي يا انسه، انا كلمت الدكتور صبور واعتذرت له علشان حسيت اني كنت قليل الذوق معاه. ايوه، وبعدين دورت عليكي لقيتك مسافره. وبعدين ايه؟ انا هو قدامك، اتفضل قولي اللي انت كنت عايز تقوله. بصراحه غيرت رايي ومش هقوله. ليه؟ عشان ملوش لزوم، في أهم منه دلوقتي. دي تفاصيل اللي حصل.
يعني الوضع دلوقتي انه بيتي محتل بالناس دول. انا طبعا مقتنع بصدق وكل حرف قلتهولي يا دكتور مفيد، لكن ما دمت انت حريص على عدم المساس بمحاميك يبقى التصرف القانوني هنا محدود جدا. انا فاهم يا سيادة المحامي العام، بس انا مهدد وبيتي مهدد، دول ممكن يطردوني لو تمسكوا بحرفية العهد. عشان كده بالذات انا حامر بتمكينك من البقاء في مسكنك وعلى المتضرر اللجوء للقضاء. لا مؤاخذة يا سيادة الرئيس، مفيش وسيلة في سلطة سيادتك لطردهم حفاظا على ما تحتويه الفيلا من مقتنيات. انت محامي والدكتور مفيد استاذ قانون قديم، مفيش وسيلة قانونية لطرد الناس دول الا برفع دعوة امام القضاء المستعجل تطعنوا بيها في عقد الايجار وتتهمون بالتحايل والتدليس، وفي الحالة دي هيبقى موقفك دقيق جدا يا استاذ انيس، خصوصا ان في ايصال موقع منك باستلام فلوس. انا يا فندم مستعد اتحمل نتيجة الخطأ اللي لا يا سيادة المحامي العام، انا مكتفي بقرار سيادتك، انا شاكر جدا. العفو يا دكتور، كان بودي القانون يبقى اقوى من كده في مواجهة حالات التلاعب اللي زي دي. على مهلك يا حنفي، انا مش فاهمة حاجة. مين الولا حمو؟ لا ما قاليش حاجة. ايه؟ عايزين نجدة يعني ايه؟ بقى انت والنون وخايفين من الراجل ده والشغالين بتوعه؟ طيب انا هكلم ابو طالب. ولا حمو بتنده يا حاجة؟ تعالى هنا. طيب دي ساعة شغل شوية كده عشان زبان. اقول لك انجلو تعالى هنا. الله، انجرين انت يا ليه ما قلتليش امبارح ان الراجل ده جاب لكم 4 فتوات وكانوا هيضربوك؟ اخ نسيت حاجة خالص، الفجرية رحت الحلقة وبعدين جيت الوكالة هنا اتلخمت وبقى الله. لكن مين اللي قالك يا معلمة؟ حنفي كلمني في التلفون وقال انهم جابوا الفتوات تاني. يبقى مش حبس كاب، احنا نبعت لهم 3-4 عيال جتت مخلصين. طب انجر شوف شغلك. قال 3-4 جتت، قال ايه؟ هنقلبها مذبحة علشان البوليس يطردهم وتبوظ الشغلانة؟ على كيفك. الو، ايه يا ابو طالب؟ احنا نرمي رجالتنا كده من غير ما نحميهم؟ الفيلا تتسلم رسمي بجميع مفاتيحها. الكلام ده كان امبارح، احنا استصدرنا امر من المحامي العام بتمكين الدكتور مفيد من البقاء في فيلته، وعلى المتضرر ان يلجأ الى القضاء. فضل يا حظابط. ده صحيح، تقدروا ترفعوا قضية لو حبيتم. يلا اسكنة الله. دي اول خطوة يا زميلي الفاضل، ولسه ياما في الجراب يا حاوي. ما انتش قد يا انيس. قدك مليون مرة لو المسألة شطارة محامين، اللي مش قدك فيه هو النصب والاحتيال. ايه العبارة؟ هتفضلوا واقفين كده تتودودوا واحنا واقفين مش راسين على بر؟ البر الوحيد اللي مسموح لكم ترسوا عليه هي الأوضة اللي بتباتوا فيها. احنا مأجرين الفيلا كلها يا دكتور. وليك انت تتكلم؟ بلغت بيك الصفاقة للدرجة اللي صدقت فيها كذبتك ومؤامرتك الدنيئة انت وبتاعت السمك؟ ارجوك اخرس واسكت ساكت لما اتكلم. شيء محزن ان واحد زيك يكون محسوب على مهنة زي دي ومنتسب للقانون زي وزي الاستاذ انيس، لكن انت وضعك ما يزيدش عن وضع خراج في جسم سليم، لازم يستأصل بالمشرط عشان ما يسممش الجسم، وحنلاقي المشرط اللي نستأصلك به يا شيح، تأكد من هذا. فحمه هبب شخصيته خالص. انت اللي تتهبب وتسكت خالص. الفيلا بتاعتكم يا معلمين، افتحوا اي باب منها زي ما انتوا عايزين، واذا جابولكم فتوات هبعت لكم قبضيات وتبقى ساحة معركة ونسهدمها، وعليا وعلى أعدائي. ابقى استقصني يا دكتور. سلام. بيئتك مش طبيعية يا العربي. قعدتك هنا هي اللي مش طبيعية يا معلم. اسكت خالص، ده موضوع ما انتش فاهمه. لا بقى، الحاجة فضة حاجات على كل حاجة واحنا جايين. امال ايه اللي طبيعية ومش طبيعية؟ اللي انتوا عملتوه ده ملوش الا اسم واحد،
بلطجة واعتداء على حقوق الغير. اوعى تنطب بالكلام الفارغ اللي بتقوله ده، اللي قلب نفوخنا وجابك ورا. عايز تقعد هنا في الفيلا تسكت خالص، تاخد بعضك على بيت امك. اهلا وسهلا. اهلا يا استاذ. اهلا وسهلا يا فندم. سيادتك الدكتور مفيد ابو الغار؟ ايوه. وحضرتك؟ سيد حنفي عبد الكريم البحر، واسم الشهرة العربي، مدرس فلسفه وعلم نفس. تشرفنا يا ابني. الشرف ليا انا يا فندم. وبالمناسبه انا بستنكر تصرفات والدي والحاجة فضة. لا لا، ده انت تتفضل معايا جوه. مطاوع مطاوع افندم. يا دكتور لو سمحت هات لنا اتنين شاي جوه في المكتب. اتفضل اتفضل يا استاذ عربي. اتفضل. الحكايه يا حنفي، ايه ابنك طلع يعرف ابو الغار؟ لا ابدا يا معلمه، ما انت عارفه العربي مخه طايق. قال ايه؟ مش عاجبه الحاجات اللي احنا عملناها مع الدكتور. قام التاني خده بالحوض. والله عال. اسمع اما اقول لك، انت تشوف تكسيرته في ابنك ده حالا. حالا يا معلمه، بس هو يخرج من جوه وانا همشيه. شوف مين يلا. مين؟ طب اخويا، طب اخويا. نعم. اهلا. ايه الحكايه؟ مين القنعوره دي؟ دي المزه بنت الدكتور صاحب ابو الفار، اسمها المزمزير امل. السلام لله يا شابه. حضرتك بتكلميني؟ امال يعني بكلم نفسي ولا يمكن بكلم نفسي؟ اسفه ما خدتش بالي. حتى وانت داخله ما خدتيش بالك ليه؟ هو احنا صغننين قوي قد النمن ما شفتناش؟ انا مش فاهمه ايه الحكايه. الحكايه انك دخلتي ترسه كده من غير احم ولا دستور، وفضت على اصحاب الفيلا من غير ما تقولي لا اهلا ولا سهلا. بس انا اللي اعرفه ان صاحب الفيلا هو الدكتور مفيد ابو الغار، وانا بقى جايه له هو. امل هانم، الدكتور في المكتب، اتفضلي معايا. عن اذنك. الحكايه حنفي، واحنا باين علينا جرابيع ولا ايه؟ اسم الله عليك يا حاجة، دي حالا ما عندهاش تمييز. طلع ابنك من جوه دلوقتي حالا، خليه يمشي. واجب يا حاجة واجب. ولا عربي انت، لا انت لا عربي ولا عربي. وطي صوتك يا جدع انت. ايه ده؟ انت بتنده على من خلول؟ الله، ده انتوا خبيتكوا تقيلة قوي. بقول لك ايه ايه، احنا مش مالين عينك ولا ايه؟ انت عايز ايه يا ست دي؟ بقول لك ايه. وقف عوج واتكلم عدل لاجيب كرشك. رايح جاي بالصواني والقهاوي والشيات، ما حطيتش في عينك حشوة ملح وهوبت ناحيتنا ببق مية؟ أنا بشتغل عند الدكتور مفيد. أو الدكتور مفيد بتاعك ده ضيف عندي، لو حبيت أكروش وكروشك أعملها في ثانية. امشي نجر وده بالمطر عشان الحاجة. يلا إيه الحكاية؟ مالكم؟ أنت بتعمل إيه عندك؟ يلا أخويا روح شوف أمك وأخواتك. خليه صوتك. طيب اخترقنا جبهة العدو. همشي. تفتكر مدرس الفلسفة ده له تأثير عليهم؟ لحظة واحدة. طيب لحظة واحدة، أنا مضطر أمشي يا دكتور، لكن هشوف حضرتك بكرة إن شاء الله. مع السلامة يا ابني. الله يسلمك، فرصة سعيدة أوي يا عم الهاني. أنا أسعد يا أستاذ سيد. عن إذنكم. اتفضل. عايزك تروح معايا يابا. اما غريب والله، قلت لك مش راجع بحر دلوقتي. ارجوك انا عايز اتكلم معاك في حاجات مهمه. والكلام المهم ده ما ينفعش هنا؟ لا ما ينفعش. ابوك مش هيسيب الفيلا الا لما اقول انا يا عربي. وانت كمان يا حاجه مالكيش وقعد هنا. صدقوني اللي انتوا بتعملوه ده مش هيجيب نتيجه. الراجل اللي جوه ده ما يجيش بالعند، ومفيش اي قوه في الدنيا تجبر انسان يتخلى عن شيء بيملكه غصب عنه. احنا مش في غابه. بقول لك ايه يا حنف، خلي ابنك السعاد يغور من وشي احسن يمين بالله. قالوا ايه جايبه معايا بالتمساح علشان يحضر الحفله. خلاص يا حاجه خلاص، امشي يا ابني يا حبيب الله لا يسيئك. يابا يابا احنا دلوقتي بنتناقش بالعقل. لا عقل ولا قلب، اصول وكراماتي. يلا يا اخويا اسمع اسمع، انا ممكن نكسر دماغك قدام اهلك. غور من قدام. يلا الحقني يابا. اهلا يا عرب. اهلا يا عماد. مالك يا ناس يا عالم؟ يرضي مين الكلام ده؟ ايه
مش كفاية الردم والتراب اللي بتلجعه علينا؟ لا، وجاي كمان المحروس بسلامته يقطع لي في الورد ويدوس لي في احواض المانوليا اللي انا طافع فيها كوتي. طافع لي تبويه. سامع يا امل؟ انت مالك وماله؟ هي دي الحياه اللي احنا بنعملها. ظرف طارق مش هيستمر. الجنينه تتبهدل، الفيلا تندهس، وموسيقى باخ بيتوفن وتشايكوفسكي تسكت علشان مواويل الست اللي طلعت في السطوح تنده على طينها. ده مش جوه الفيلا بس يا عم، ده في كل بيت، في كل شارع، في وداننا كلنا. سكتوا. مشيوا كلهم. الافندي الجديد واخوه وفضل السعاده دي عامله حفله الليله وعازمه ناس. ايه؟ لا يمكن على جثتي. استنى بس يا عمي، هتعمل ايه؟ امنحهم. هتصطدم بيهم، وده اللي هم عايزينه، بيستدرجوك علشان غرض في نفسهم. كله تمام يا ست الكل. خليهم يحطوا على السفرة. عليا. تعال ورايا. الدكتور بتاعك جوه، خش له المكتب. جبت الشرايط؟ موجودة اهي. طيب حطهم في الكوردر وشغلوا لحد المعازيم ما ييجوا. عليا. وانت خيال مآتة، قول اللي بيشغلك ان الرجالة اللي جايين دول من بحري ياكلوا الزلط. خليه بقى يجيب الفتوات بتاعته يورينا الشطارة. سيدي يا سيدي. ايه يا استاذ، مستخبي فين؟ واضح انه مش فاضي. ابدا، انا لسه على معادي ساعة وانا تحت امرك. هو ايه اللي بيحصل بره ده؟ قوة الاحتلال بترفع عن جنودها، بس الاول عايزك تقرا المقدمه دي. المهم تعرف ان الاستاذ هشام انيس هيكون سهران الليله مع بنت تفضل مع الدوق في الكريزي مانك. مدخل عظيم. امل محتاجه معلومات وافيه وكامله عن الفيلا ومحتوياتها، وانا بقترح نضيف لها موضوع القبو اللي اكتشفناها اخيرا. هتقولي انت يا عمي، واللي مش عارفه من حضرتك هدور عليه بنفسي. ليه يا بنتي؟ هشام ما تأخرش. انا مش عايزه اخره. روح الحق معادك يا استاذ هشام. ايوه بس انا ممكن، قصدي البيانات اللي انت عايزاها يعني. انا هنزل الصبح اجيبها بنفسي، ولا نسيتوا ان انا صحفيه ودي شغلتي؟ عن اذنكم. تحب تيجي معايا يا عمي وتسيب الفيلا لغايه الحفله ما تخلص؟ اسف يا بنتي، لازم اعرف لهم ديدبان. Thank you.
ساد يا حبيبي ساد. خد هات غيرها، هات غيرها، هات غيرها، تحفة عمرها 500 سنة من عهد أسرة مينغ بالصين، حاجة ما تتقدرش بالمال. فداك يا فندم. إلا الحاجات دي يا مطاوع. شوف أنت يبقى إحساسك إيه لو شفت حادثة تضيع فيها روح بني آدم. ده مش مجرد خزف ولا فخار ولا بورسلين، دي عصارة روح الفنان القديم اللي بدعه. موهبة دهاله ربنا دونا عن باقي البشر. نعملها بالشكل ده. الحمد لله اللي جت على كده، ودينا قدرنا ننقذ البيانو والكتب وباقي الفازات والسجاد. لامتى يا مطاوع هنفضل نصمد كده قد ايه؟ مش جايز كل ليلة يعملوا نفس الحفلة اللي عملوها الليلة دي؟ انا عندي اقتراح لو تسمح سعادتك. قول يا مطاوع. نشيل كل التحف في صناديق لغاية الغمة دي ما تنزاح. والله الفكرة. نعملها من بكرة الصبح. ومن عارف يمكن يجي الصبح نلاقيهم جات لهم شوطة خدت أجلهم. ربنا يحمينا من البخل والشح. عصافير بطن الواحد صوصوت يا جدعان. نونو يا نونو، راح فين الجدع ده؟ وطي صوتك يا راجل، انت سعادة السفير بيفطر. ولما انت متضايق من علو صوتي ما تهز طول سيادتك وتروح تدور عليه. روح انت مشي رجليك وشوفه في الجنينه. ما هواش في الجنينه، انا شفته بعينيا خارج من باب الجنينه. تلاقيه بسلامة راح يشم هوا البحر. اعمل ايه انا دلوقتي؟ جعان جعان وعاوز افطر. لحيت تهدم اللي كلته؟ ابعت ابنك يروح يجيب لك فول وفلافل وبصل اخضر. يا ريت الولا موجود، الولا ماشي امبارح بس رجع بالليل. ومين ده اللي راجع ماشي؟ الشحط ابنك، انا اللي فاتح له الباب الساعه 12 بالليل. الكلام ده بجد؟
يا ابني راجع امبارح بالليل؟ يا بني ادم بيقول لك الساعه 12 بالليل، انا بنام الساعه 10. ايوه يا فندم. صباح الخير، مين عايزه؟ حاضر يا فندم، لحظه معايا. تليفون عشانك يا فندم. الو، صباح الخير، مين؟ اهلا يا ابني. ايوه طبعا ممكن، لكن ليه؟ ايوه طيب، قابلك فين؟ ولا اقول لك، تعرف مكتب الاستاذ هشام في قصر الثقافه؟ عظيم، هقابلك هناك بعد نص ساعه بالظبط. مع السلامه. رايح لمشوار مهم جدا يا متطوع. بس ساعتك ما شربتش الشاي يا فندم. مش مهم، اتصل بالاستاذ انيس وخليه يحصلني في مكتب ابنه هشام بسرعه. حاضر يا فندم. جعان يا حبيبي، يا حرام، نزل له فطور يا متطوع واعمل له قهوه. ايه العباره؟ الراجل ده مبسوط كده ليه؟ اتفضل يا دكتور. ايه دول؟ عاد ايجار الفيلا وايصال الفلوس. معقول؟ ايوه هم يا دكتور، هم. انا مش هسألك جبتهم ازاي يا استاذ سيد، بس عايز اعرف ليه عملت ده؟ أظن كان موقفي واضح لحضرتك من أول ما جيت امبارح وعرفت تفاصيل الموضوع. أنا فكرت في الأول إن أنا أتناقش مع والدي والحاجة فضة بهدوء، لكن حسيت إن الطريقة دي مش هتجيب نتيجة، وإن علاج الحيلة اللي عملها أبو طالب ما يجيش إلا بحيلة مشابهة. أسلوب غريب بيفرضوا الواقع أحياناً على ناس مش مؤمنة بيه. أظن يا ابني كلمات الشكر معتادة في موقف زي ده، علشان كده مش هكررها. بس عايز اقول لك اني سعيد بمعرفتك، ويشرفني احط ايدي في ايدك. الشرف لي انا يا دكتور. انا مضطر اقطع التحيات المتبادله دي واستاذن، عندي مهمه عاجله، واعتبر المكتب مكتبكم. اتفضل يا حضره الضابط. الاثنين دول ومع اخوان طوّا. وقف. أنا آسف يا ابني، ما كنتش عاوز الأمور توصل للدرجة دي. ما تحطش في بالك يا دكتور، أنا شخصيا مش نادم على الواجب اللي أديته. الحقيقة إنك جيت في الوقت المناسب علشان تغير فكرة غلط ابتدت تتكون في دماغي. فكرة إيه يا دكتور؟ اللي حصل من يوم ما رجعت من بره بعد 30 سنة خدمة في سلك دبلوماسي بعيد عن مصر، والهجمة الشرسة اللي تعرضت لها من فيلق الست فضة وأعوانها، خلوني أتصور لحظة إنه السوقية وانحطاط الذوق وغشم قوة المال في إيدين الجهلة مرتبطين بالبيئة الشعبية اللي عايشة فيها فضة واللي معاها. التصور ده كان ممكن يتحول إلى يقين، إلى فكرة ثابتة لولاك. لولاي أنا يا دكتور؟ طبعا، لانك ابن المعلم حنفي وابن البيئه الشعبيه دي، وده معناه انه المساله ملهاش علاقه بالطبقه ولا بالمستويات الاجتماعيه، علاقتها بس بالظروف. الظروف اللي بتركز قوه المال في ايد الشخص الجاهل وبتشجعه على ان يسفه الجمال ويهدم الاصاله وما يصونش حرمه لاي قيمه. فهمت يا دكتور، بس السوقية دي ما هيش صفة ملازمة للناس الغلابة. بالعكس، في ناس كتير قوي في بحري وكم الشقافة ومحرم بيه، وزيهم ألف حي في بلاد مصر كلها مطحنين، لكن بيحسوا بالجمال ويفهموه ويصدقوه. اللي هجموا على حضرتك يا دكتور وعايزين يستولوا على الفيلا دي ويهدموها مش منهم، دول قشرة الدمل، دم اللي اتربى من الخلل اللي أصاب المجتمع كله وقلب موازينه. ايوه شيء محزن، بس احنا برضو موجودين وادينا بنقاوح مش هنسلم.
تعرف حضرتك انا موجود هنا ليه؟ متهيألي عشان تزورني. لا قصدي يعني موجود في اسكندريه بعمل ايه؟ وانا المفروض اني مدرس في اسيوط والدراسه شغاله. ايوه صحيح، ايه السبب؟ السبب اني موقوف عن العمل ومتحول للمحاكمه التاديبيه. تفتكر ليه؟ علما باني انسان ملتزم واخلاقي كويسه وايد نظيفه وموت نفسي في شغلي. موقوف عن العمل ليه وهيحاكموك ليه؟ لان قلبت حصص الفلسفه وعلم النفس لحصص تاريخ. يبقى عندهم حق يا ابني. انت استاذ فلسفه وعلم النفس، قلبتها تاريخ ازاي؟ لاني فوجئت بكارثه يا دكتور. من سؤال عابر ساله لي تلميذ اكتشفت انهم بيدرسوا لهم التاريخ غلط. جريت على كتب التاريخ المقرره وقريتها، حسيت برعب، معلومات متناقضه وغير حقيقيه، يمكن مش بطريقه مباشره لكن على طريقه ولا تقربوا الصلاه، والهدف غسل مخ الاولاد عشان يفهموا تاريخ بلادهم بطريقه تتناسب مع التعليمات والاوامر. فهمتني يا دكتور؟ ايوه ايوه يا استاذ، كمل. بس دماغي سخنت وقلت لازم اعمل اللي عليا. تصحيح التاريخ اهم من تدريس الفلسفه وعلم النفس. عملت لهم حصص اضافيه مجانيه. وطبعا ده ما عجبش رؤسائك. خد عندك بقى تحقيقات ولفت نظر وخصب من الماهيه. في الاخر لما صممت واصل صدر قرار بوقف عن العمل لحين تقديمي للمحاكمه التاديبيه وصدور قرارها. بس في الاخر انت هتضطر تتراجع وتلايمها. الايمها؟ يبقى هستسلم يا دكتور. وانت مش عايز تستسلم، مش كده؟ طول ما انا قادر. عشان كده بقول لحضرتك ان احنا موجودين، مش هننسحب من الميدان ونسيبه للي عايزين يستأنسوني ويبيعوك الفيلا. الله. بقالي قد ايه ما قعدتش القعده دي يا مطوع وما استمتعتش بوحدتي وحريتي. سعيد علشانك يا دكتور. متشكر يا مطوع. تقدر تروح وتشوف اللي وراك. اوكي. بس حضرتك لما تلاقي فرصه ابقى اطلع على الكشف ده. كشف حساب الأجور الإضافية المطلوبة عن فترة وجود أشخاص إضافية بالبنت. مطوع! أفندم يا دكتور. إيه ده؟ حضرتك قريت؟ شيل العصير ده. وادي الأسطوانة. مبسوط؟ سيادتك متنرفز ليه يا فندم؟ ده اتفقنا من البداية. حتى في الظروف دي يا مطوع. ايه ده؟ ايه الصوت ده؟ ده غالبا فردة كاوتش. وانا كنت فاكر انك خلاص بقيت واحد مننا، قلبك على الفيلا وعلى صاحبها. وده حقيقي يا فندم. ازاي وانت جايب لي كشف اجور اضافيه بخمسين جنيه وفي الفتره اللي كانت فيها الفيلا محتله؟ هي دي المشاركه يا مطوع؟ يا دكتور مفيد، يا استاذ مطوع، الحقونا يا خلقي اهو. ايه في ايه؟ مصيبة كبيرة، عربية سيادتك التانك ولع والنار ماسكة فيها. المطافي جت بسرعة، ده صحيح، لكن عبال ما وصلت كانت تحولت إلى هيكل متفحم. ما قدرتش أشتريها إلا في الفترة الأخيرة قبل ما اتحال على المعاش. ما استعملتهاش بره، جيت بيها على المركب ودفعت جماركها وما استعملتهاش هنا الا في الفترة الاخيرة. حتى في مشوار مصر ما خدتهاش معايا، ما عملتش 50 كيلو. بس مستحيل تكون انفجرت لوحدها. اهو البوليس بيحقق، كتر خيره. اكيد هيوصل للفعل. تفتكري ازاي؟ برفع البصمات؟ محدش في الشارع شاف حاجة خالص، ولا حتى عسكري المرور اللي بيقف في التقاطع. تصوري الكورنيش في عز زحامه وفي عز الظهر الاحمر زي ما بيقولوا، وما فيش نفر واحد شاف اي حاجه. والنكته ايه؟ انهم بيعملوا لي محضر عشان ما لاقوش فيها طفايه الحريق. وطبعا بكده بعرض المباني والعربيات اللي فايته لخطر الحريق.
انت ما كنتش مأمن عليها يا عم. وانا لحقت اعمل حاجه يا بنتي. طب ما قلتش ليه للبوليس على اللي عملوها؟ اللي هم مين؟ ما انتش عارفهم؟ دي ظنون في دماغك ودماغي. دي مش ظنون، انا متاكده يا بنتي. انا راجل قانون، ما اقدرش اتهم حد الا لما يبقى عندي دليل عن هذه التهمه. على الاقل توجه شبهات البوليس ناحيتهم، هما بقى يحققوا ويوصلوا. مش هيوصلوا يا بنتي صدقيني. ده ظابط المباحث اللي جاي يعاين الحادثه قال لي انه ده عمل مجرمين محترفين، ده معناه انه مش هيسيبوا وراهم دليل. يعني ايه نسكت ونعتبرها من ضمن خسائر المواجهه؟ على العموم انا هنزل بكره مصر بالتحقيق بتاعي، وان شاء الله هيتنشر ونفجر القضيه. احنا نفجر في قضايا وهم يفجروا في عربيات. ما انتش واثق في قدرتي الصحفيه ولا ايه يا عمي؟ لا طبعا يا بنتي انا واثق، ورغم الحاله النفسيه اللي انا فيها النهارده انا سعيد، ومش بس للقضيه، لا علشانك انت كمان. عارفه يا عمي، بالمناسبه انت بتشوفي هشام؟ لا ولا انا. الولد ده اختفى فين؟ ايه مالك كشرت لما جبنا سيرته؟ حصل بينكم ايه تاني؟ ده مش الجورنال الوحيد في البلد، كان لازم تروحي لغيره وغيره. واسمع نفس الكلام يا دكتور. مش هيحصل. حمدي السباعي ده راجل افقه محدود. انا مش ههرب من مواجهة الواقع وعلق المسألة على شماعة حمدي السباعي او غيره. حمدي عنده حق، طول ما القضية القديمة ما اتقفلتش انا هفضل في نظرهم مدانة. غلط. انا بحذرك يا امل، ما تستسلميش للافكار دي. انا مش مستسلمة يا عمي، انا بس لازم اكون شجاعة علشان اقدر اتحرك واتجاوز الازمة. لازم ابرئ نفسي وارد اعتباري بالكامل. في دينك حق، بس ملهاش حل واحد. قولي لي يا امل، فين الجواب اللي كان بعتهولك جوزك من بره؟ ليه؟ علشان موضوع العربية. هي الحقيقة حاجة تضايق، العربية تمنها غالي، ومن واقع معرفتي بظروف العربية ملهاش دعوة يا انيس. انا مش مهاجر ولا ماشي هربان او قرفان، ده مجرد مشوار صغير ايامه راجع تاني. كده ريحتني. بس ايه هو المشوار يا دكتور؟ واستعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان. وهو كذلك. المهم ترجع لنا بالسلامة. قولي بقى، بمناسبة الكلام اللي قلته على فلوسي ده، موقفي ايه بالظبط؟ لحظة واحدة يا دكتور. الدكتور مفيد سعيد أبو الغار، الرصيد اللي في البنك 6250 جنيه، وديعة دولارية بمبلغ 6000 دولار. الحقيقة الرصيد قل علشان الجمرك اللي دفعناه للعربية. العربية كانت ركن أساسي في حسبة الستر اللي كنت عاملها. أنا كنت ناوي أبيع العربية وأجيب واحدة صغيرة على قدي، والفرق أضيفه على اللي انتوا قلته دلوقتي، ومن ريعه على مبلغ المعاش كنا نمشي الأمور اليومين الفاضليني. لكن الحسبة خرمت. ليه؟ ما انت عندك الفيلا ودي لوحدها. تاني يا أنيس؟ هنفتح موضوع الفيلا دي تاني؟ أنا ما أقصدش، حقك عليا ما تزعلش. أنا مش زعلان، أنا حسيب الفيلا في رعايتك أثناء سفري، لكن من غير توكيل المرة دي. وهو كذلك. المهم ترجع لنا بالسلامة. على فكرة ايه أخبار الولد هشام؟ أنا زعلان منه جدا، يغيب عني المدة دي كلها، ما يسألش ولا يجي. معتكف في البيت، مديها أزمة ومعاناة على الآخر. غلبت معاه، رقي معاه نشف، مفيش فايدة. أنا مكسوف منك يا دكتور.
طب الحمد لله يا اخي انك لسه بتحس وبتنكسف. دكتور. ايه ماله الدكتور؟ الدكتور انفعت مرارته يا ابني، مش منفضل مع الدوي ورجالتها ومقالبها بس، انما منك انت كمان. على قد فرحتي بيك في الاول واعجابي بروحك وفنك والاحساس بان في اخر ايام حياتي لقيت الولد اللي ممكن يبقى ابني اللي ما خلفتوش، انما ما لحقتش. فاول ما حك وقع بالوزن كسر واكتشفت ان الصوره مش حلوه. ليه يا دكتور؟ ايه اللي حصل عشان تقول لي كلام زي ده؟ انا صحيح مقصر في حقك لاني كان لازم اكون جنبك، خصوصا لما ابتدوا يضربوا تحت الحزام وحرقوا العربيه. لكن ما تصغرش المساله وتحولها للسؤال عن صحتي ومواساتي في العربيه اللي انحرقت. دي حاجه كان ممكن افهمها واعذرك، اقول الراجل مش فاضي، في مهمه كبيره شغلها، وصدقني كنت هبقى مبسوط. لكن اسال عليك ابوك يقول لي معتكف ومغتالي بنفسه علشان بيمر بازمه عاطفيه؟ ازمه ايه يا استاذ؟ لحظه يا دكتور ارجوك، انا هشرح لك الموقف كله. تشرح لي ايه؟ ما هي امل قالت لي على كل حاجه ودي كارثه تانيه. حضرتك قلت خلاص اللي انت عايزه؟ المساله مش ولا وكلام، المساله انك اقول بقى كلامي. حكايه سامحه دي انا معترف بخطئي فيها ودي شجاعه. يا سلام. نيجي لمساله اعتكافي. انا صحيح مريت بازمه وقفلت على نفسي باب اوضتي، لكن ما كنتش بعيط واشد في شعري واعد بنان الندم زي ما بيقولوا. بالعكس، الازمه دي فجرت جوايا شيء ايجابي رائع كنت بدور عليه من زمان. وايه هو ان شاء الله؟ مش هحكي لك عليه، هوريهولك. اتفضل معايا يا دكتور. اتفضل يا دكتور. الأزمة الحقيقية اللي بعاني منها يا دكتور مش أزمة عاطفية، دي أزمة قديمة من قبل ما أشوف حضرتك أو أشوف أمل. أزمتي ابتدت من يوم ما اتخرجت وقلت بس الفنان العظيم العبقري طالع للناس عشان ياخدوا دنيا الفن ويصل للنجوم، وبسرعة اكتشفت إني مش قادر أرسم، مش قادر أنتج. احط اللوحه قدامي والباليتة في ايدي وامزج اللون واحرك الفرشه وتطلع حاجات صور، وصور حلوه تقدر تزين الصالونات واوض النوم والسفره. لكن فين؟ مش عند الدكتور مفيد، لا، عند المعلمه فضل مع الداوي. مش انتوا بالذات طبعا، انت فاهم. وادي اللي حصل، كل اللي رسمته قطعته لاني ما حسيتش فيه بحاجه، ما فيهوش لطشة الفن الحقيقي. توقفت، بطلت ارسم، وقلت لازم تعترف لنفسك يا هشام بالحقيقه، انت مش فنان، انت دارس فن متعلمه. ممكن تدرس قواعده وتعلمها، ممكن تبقى ناقد او مشتغل بالفن، بس مش ممكن تبقى فنان حقيقي موهوب ومبدع. واستسلمت للفكره دي، بس جوايا كان في جرح وغصه مش قادر ابلعها، وتحايلت عليها بالمرح والضحك والابتسامه المرسوم لغايه ما قابلت امل وحبيتها. كان واضح من بدايه معرفتك بيها. منكرش، بس قصه الحب دي اتعصرت من اولها، تقدر تقول انها فشلت وسببت لي ازمه من نوع تاني، ازمه بتسميها انت وبابا ازمه عاطفيه، بس كان لها جانب ايجابي بعتبره اهم تغيير حصل في حياتي. بتكلمني عنه لكن ما وريتهوليش. لحظة يا دكتور، أهو هايل يا ولد، عظيم. صحيح يا دكتور، عجبتك؟ مين اللي قالك يا ولد انك مش فنان؟ واحد خيبان كانش لاقي نفسه. يا ابني انا مش ناقد فن ومزعومش اني دارس وعارف الاصول والقواعد، انا مجرد
شهاوي متزوق ومملكش غير إحساسي وعيني اللي ممكن تكون متدربة شوية، لكن هما الاتنين قدام اللوحة دي بيشهدوا لك إنك فنان، فنان حقيقي. أنا آسف يا هشام، آسف على كل اللي تصرعته وقلتهولك. لا يا دكتور، ما توصلش لدرجة الاعتذار. أنا يكفيني إنك عرفت إن كنت معتكف ليه وبعمل إيه. أمل لازم تشوف اللوحة دي. لا، اللوحة دي ما تخصهاش في حاجة. تعرف يا ولد، حتة المعيلة بتاعتك دي مش معناها إنك مش ناضج، معناها إنك فنان قوي. مش هزعل منها المرة دي، بس لازم تتخلص منها، خصوصا في علاقتك مع أمل. علاقتي مع أمل هترجع لمرحلة الدورة يا دكتور. مع إني أنا مش فاهم إيه حكاية الدورة دي، لكن أنا موافق لو تقصد إنها علاقة صداقة متينة بعيدة عن كل الأزمات العاطفية. ده اللي أقصده فعلا. جميل. المهم دلوقتي أنا مسافر لمهمة خاصة، مش هغيب أكتر من أسبوع 10 أيام، لكن أثناء غيابي أنا عاوزك تقعد في الفيلا، وياريت تجيب اللوحة دي معاك. أقعد في الفيلا إزاي يعني؟ ولو لازم الأمر تقيم فيها، يعني تبات فيها كل ليلة. فضل مع الداوي ممكن تنتهز فرصة غيابي وتعمل حركة من حركاتها، ومطاوع الداوي لوحدهم مش قدها، خصوصا إنها بدأت تهاجم بأسلوب مش نظيف. فين الحاجة الحلوة؟ شوقتني. ولا نستنى لما نروح ونفتح الشنط؟ لا مش هنستنى، هديها لك حالا دلوقتي وقبل ما نركب العربية كمان. اتفضلي يا ستي. السندات اللي سرقها عصام، انت اعظم راجل في الدنيا. حاسبي يا بنتي الديركسيون اتلخبط في ايدي. ازاي؟ ازاي قدرت تجيبهم مني؟ مش هقولك حاجه، وهتفضلي كده وفضولك يموتك لغايه بعد بكره الصبح. اشمعنى يعني بعد بكره الصبح؟ برضو مش هقولك الا بعد بكره الصبح. المهم خلاص محنتك انتهت، هتوصلي طريقك اللي بعدتك عنه المؤامرة الدنيئة، هتوصليه وانت منتصرة. ليه يا بنتي؟ فرحانة، مش طايقة نفسي من الفرحة. يبقى كويس، عيطي قد ما انت عايزة، بس مكسوفة منك قوي. ليه؟ العياط يا أمل نوع من، مش عشان العياط. أمال عشان إيه؟ عشان مضطر أرد على الهدية العظيمة اللي جبتها لي معاك بأخبار بهشام. هو هيكون هشام؟ لا، هشام بيتحسن الحمد لله، وممكن بكرة يخرج من المستشفى. أمال إيه؟ الفيلا يا عمي. دخلوا بتقولهم وابتدوا يضربوا في المليان. انا واثق انك لو دورت في اوراقك هتلاقي عقد ال 40 متر دول. وساعتها؟ وساعتها ايه يا انيس؟ انا مش محتاج ادور على العقد، موجود وعارف مكانه. ايه اللي هيحصل بعد ما حطوا رجليه وخلقوا الامر الواقع؟ المحاكم والاجراءات القانونيه وهتاخد قد ايه؟ تاخد زي ما تاخد، في الاخر هنثبت حقنا ونطردهم. وعلى ما يجي الاخر يا انيس، مش الأيام والشهور هتثبت الأمر الواقع؟ مش كل شوية هيكبروا مساحة رجليهم ويغرسوها أكتر؟ مش ممكن يدخلوا بالمترين ونص دول في أساس الفيلا لغاية ما تقع طوبة طوبة؟
وعلى ما قانون يدينا حقنا هنكون خسرنا كل حاجة. بس مفيش قدامك حل تاني يا مفيد، لأنك مش هتقدر تستخدم نفس الأساليب اللي بيستخدموها. سلاحك غير سلاحهم. مش هتقدر تحرق لهم عربيات ولا تجيب بلتوزرات تدخل أرضهم وتهدم مبانيهم. مش هتقدر تشتري موظفين ولا تستخدم محامين من نوعية أبو طالب. وفي الآخر ما انتش مؤسسة زي فضة، مؤسسة جهل وفتونة رأس مال. انت بكل ثقافتك وماضيك وخدمتك لبلدك قيمة عظيمة، لكن تترجمها ازاي لقوة وعلاقات ونفوذ؟ وانت يا أمل رأيك زي رأي باباكي؟ مفيش غير حل أنيس؟ أنا رأيي زي رأيك أنت يا دكتور، في حل غير اللي قاله الأستاذ أنيس، وفي رأيي هو الحل الوحيد. المقاومة؟ مش بس المقاومة، الهجوم، الحرب. هي دي الحرب اللي قالت لي عليها أمل؟ نبتديها وإحنا داخلين رافعين الراية البيضة؟ هو مين اللي حيرفع الراية البيضة؟ أنا؟ يبقى ما فهمتش المقصود يا أستاذ. جايز، وأرجوك تفهمني. قبل الحرب ما تبدأ فعلا في الميدان مش بيبقى فيه تمهيد، خطة للتمويه وتحويل الأنظار؟ مش بيبقى فيه عمل دبلوماسي مكثف للإيهام إنه ما فيش طريقة غير التفاهم السلمي؟ أظن كده. وبعدها تبقى الضربة الأولى مفاجأة كاملة. مظبوط، بس من الواجهة التكتيكية والاستراتيجية كمان. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا فضة هاني؟ الله يسلمك يا دكتور، اتفضل استريح. متشكر. خطوة عزيزة، اتفضل يا متر، اقعد يا مرحبا. تشرب ايه يا دكتور؟ لا مفيش داعي. لا 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 لا، لازم نحييك. ما دمتي مصرة تبقى قهوة على الريحة. ولا حمو؟ عمينا ست كل قهوة على الريحة متحوجة للدكتور بالبن بتاعه واتنين شاي وشيشة العجل. أوامرك يا دكتور. مفيش أوامر، ده طلب واحد مفيش غيره. وطلباتك مقبولة مقدما، مادام خطيت عتبتي وجيت لحدي تبقى أسرتني، ولو طلبت لبن العصفور نجيبهولك. كرم ماهوش غريب على بنت بلد زيك تفهم في الأصول. تشكر يا دكتور، ده بس من أصلك. نقول في الأول يا ست فضة عفى الله عما سلف. نقول يا دكتور، نفتح صفحة جديدة على مية بيضة، ونتعاهد نحل المشاكل اللي بيننا بالود والمعروف. ومفيش احلى من المعروف. نقرا الفاتحة. ايه ده؟ ولا الضالين امين. بقولك ايه يا دكتور، احنا نحبوا الناس قوي ولا نحبوش نعادي واحد بالقوانطة؟ واللي يجي لنا سالك نديه روح. وانا جاي سالك، والسالك ما يلفش ولا يدور. هقول لك دغري اللي انا عايزه. واني سامعاك. الاستاذ ابو طالب يدي اوامر للناس اللي هدوا سور الفيلا وبنوا سور جديد بعد الاربعين متر. 37 متر ونص ما تفرقش، المهم انه السور الجديد ده يتهد ونرجع للحدود القديمه، والجنينه تتصل زي ما كانت، وكل شيء يرجع لاصله. بس احنا طلعنا اوراق رسميه وقانونيه تثبت ملكيتنا للمساحه دي. ايوه، بس تقدروا تطلعوا اوراق رسميه وقانونيه تثبت ان اسمي الحقيقي ابو طالب شيحه او حنفي عبد الكريم او حتى فضل معداوي؟ الله، ايه ده، سمعتوا دي؟ الدكتور فضل معداوي. لا حلوه، دمه زي الشربات. صدقوني دي مش نكته، انتوا تقدروا فعلا تعملوا كده. يعني سعادتك عايز الوضع يرجع لما كان عليه؟ بالظبط. طيب واحنا نعمل كده ليه؟ لانكم كلكم بعيد عن الاوراق القانونيه متاكدين انه الاربعين متر دول بتوعي. القانون في صفنا يا دكتوره، نسيب حاجه ليه؟ القانون عطاها لنا. استنى استنى بس انت يا حنفي، رد يا ابو طالب. يعني هو المعلم قالها بصيغه تانية، يعني يا دكتور مفيد احنا هنكسب ايه لما نسيب لك الاربعين متر؟ هتكسبوا ودي وتثبتوا حسن النية يا متر. بس هو ده شوية؟ لا مش شوية يا دكتور، بس انا عايز اعرف
بعد ما نكسب ودك وحسن النية اللي بتقول عليهم دول هيحصل ايه؟ كل خير يا فض هانم، هنفضل جيران وحبايب. ايه جيران؟ يعني هتفضل في الفيلا؟ طبعا ده بيتي وما عاوزاني اروح فيه. ما احنا قلنا لك قبل كده وعرضنا عليك 100 حل وهيدوا لك ملايين تبني بدل البيت 10. مالكم اتضايقتوا كده؟ احنا لسه مش متفقين ان كل المشاكل دي هتتحل بهدوء. ما انت اللي مصلب دماغك وعايز تضحك علينا. وبصراحه شكلك كده زي ما تكون جاي تلعبنا. يا ناس يا ناس سيبوني اكمل كلامي. مشكله الفيلا دي هتتحل بنفس الطريقه. طريقه ايه؟ بالود والتفاهم. ازاي يعني؟ يعني بعد ما نرجع كل شيء لاصله ونصفي النفوس مش هيبقى في بينا توتر ولا عناد، وتخلوني بقى انا افكر على مهلي وما تصربعونيش. ادور على البديل اللي يريحني، ادور على مشروع ممكن استثمر فيه الفلوس اللي هاخدها من الفيلا لو قررت ان ابيع. لا أنا أحطهم لك في التوظيف عندي في الشركة بتاعتي يطلعوا لك 30-40%. أنا ما بتكلمش عن الاستثمار المادي، أنا بتكلم عن الاستثمار الثقافي الفني، شيء مش مهم فيه الربح قد خدمة الناس وترقية ذوقهم. أسره يعني عايز مهلة تفكر فيه بعد ما تشيلوا السور وتسيبوا الأربعين قصدي السبعة وتلاتين متر ونص. احنا كمان عايزين مهلة نفكر. قد ايه؟ يومين ثلاثة بكتير. اتفقنا. بس انت كده قبلت مبدأ البيع. مجرد وعد اكسب بيه وقت لغاية ما افاجئهم بالهجوم. بعدنا بكرة يا امل الصبح تقري الجرائد وتعرفي ازاي جبتلك المستندات من عصام، وبعد كده عايزك تكوني مستعدة لانك هتكوني المدفعية التقيلة بتاعتي. ولو اني مش فاهمة لسه لكن اطمن، مستعدة يا جناب الفيلد مارشال. شوف مين يا مطاوع. أستاذ هشام، الحمد لله بالسلامة. هشام انت جيت ازاي؟ اكيد هربان من المستشفى. طبعا، لان الدكاترة قالوا له قدامي مفيش خروج قبل يومين. ابدا، انا قلت اعمل بروفا للخروج، لبست هدومي اتمشيت فتحت باب الأوضة ملقتش حد بيقولي على فين، رحت نازل السلالم معدي الحوش وصلت للبوابة لقيت بتوع الاستعلامات بيقولوا لي مع السلامة يا أستاذ. قلت منظري هيبقى بايخ قوي لو رجعت دلوقتي. خرجت برا لقيت سواق تاكسي بيقول لي عايز تاكسي يا أستاذ. ما صدقتش نفسي، ما قدرتش أقاوم الإغراء، رحت ناطط جوه التاكسي وقلت له على لوراني. المهم أنت جيت في وقتك عشان تنضم الاجتماع هيئة الأركان. الخدمة لسه دايرة يا مطاوع؟ عشان خاطر الأستاذ هشام الكافيتيريا الليلة مفتوحة 24 ساعة. متشكر قوي يا مطاوع. أحسن اللي عندك وحصلنا بيها على المكتب. حاضر. مش هعرف أنام الليلة، الفضول هيموتني، وأنا كمان لازم أعرف إيه اللي هنقراه الجرايد الصبح. حاجة تخص موضوع أمل القديم. سوري. بتتأسف على إيه؟ دي حاجة هتتنشر في الجرايد، يعني موضوع عام، وأنا شخصياً بدأت أخمن إيه اللي هيتنشر. طب قولي إيه اللي خمنتيه كده؟ ولو طلع صح أسقفلك. مش كفاية، تعزمني على الغدا بكرة. ماشي. برضوني يا فندم الدكتور صبور. اتفضل يا دكتور. آسف إني تأخرت عليكم، لسه مخلص عيادة دلوقتي. إحنا لسه مبتدئين. اتفضل. شكراً. إيه يا مطاوع؟ الكافيتيريا مأخرة طلبات ليه؟ معلش يا فندم، أصل كنت بصحي الضوء ودي مسألة أخدت وقت. طيب شد حيلكم. ده يا فندم. إحنا لسه كنا حنسمع تخمين أمل في اللي حيتنشر في الجرائد بكرة. أنا من يومها بخمن بس غلب حماري. المسألة بسيطة. عمي الدكتور مفيد بعت نسخة من المستندات والأوراق اللي خدها من عصام للجرائد ووعدوه إنهم ينشروها. آسف، طلعت أوت. المستندات اللي جبتها محدش هينشرها غيرك بعد ما يعلن للجميع انتصارك ويعرف الكل أبعاد المؤامرة اللي اتعرضت لها. طب وده هيعلن ازاي من غيرها؟ هتعرفي بكرة الصبح. اوه تاني؟ نقطة نظام لو سمحت يا دكتور. اتفضل يا أستاذ. المناقشة تحولت لحوار جانبي بينك وبين أمل وخارج موضوع الاجتماع. تأكد ان وثيق الصلة بيه، والصلة دي هو أول بند حنناقشه الليلة.
احنا محتاجين لحملة اعلامية ضد فضل معداوي، والحملة دي هتقودها امل، لكن مش قبل ما ترجع المكتب مرفوعة الراس. لا انا معترض، ما افتكرش ان امل هتكرر التجربة تاني. ليه يا دكتور؟ انا عمري ما تدخلت في شغلها ولا في اختيارها لاي شيء يخص مستقبلها، حتى لما جت تتجوز، لكن بعد اللي حصل حسيت بالذنب والمسؤولية والتقصير، واقتنعت اني كان لازم اتدخل. عشان كده المرة دي والاول مرة يا امل انا رافض رجوعك للصحافة. كفاية ان براءتك تعلن ويترد لك اعتبارك، انما تجربة تانية ممكن تعرضك لصدمة تانية، والصدمة المرة دي هتقضي عليكي. عشان كده بقولك لا. بابا ارجوك المرة دي بالذات انا محتاجة اكتر اني اخد قراري بنفسي. انا قلت رأيي، واذا كنت مصممة انك تخالفيه انت حرة. انا بعتذر يا جماعة، اسف يا دكتور مفيد، بعد اذنكم انا مضطر انسحب. اجري يا امل، روحي مع باباكي وكلميني بكره. موقف غريب ومفاجئ من الدكتور صبور. معاه حق، خايف عليها. في حد تاني عايز يرفع الرايه البيضة من اولها ولا من اخرها؟ دكتور احنا جاهزين، حتى بعد العلقه السخنه اللي كلتها. هو تبقى سعادتك ما تعرفنيش، ده انا باخد كل علقه وعلقه ما ياخدهاش حمار في مطلع ولا حرامي في مولد، انما برضو بتلاقيني عنيد وصامد وتبل. العشاء جاهز. عشاء حيوا معايا المواطن مطاوع العظيم. الشاي. ارجو ان العشاء يكون عجبكم. شكرا يا مواطن. عظيم يا متر. مرسي. الجبهة الاعلامية هتتولاها امل زي ما قلت، ده اذا اقنعت والدها، وده اللي انا متوقعه. بس علشان تنجح امل في مهمتها لازم يكون عندها معلومات وحقائق مسجلة في أوراق ومستندات، ودي مهمة الأستاذ أنيس على المستوى القانوني، والشيف مطاوع على المستوى الشعبي. يطلع إيه المستوى الشعبي ده يا دكتور؟ مطاوع رغم بوز الأرستقراطية اللي واخده أصله من اللبان، منقوع في حواري اسكندرية. ده صحيح، واحنا محتاجين واحد زيه يغوص ورا الاصل والفصل ويجيب التايهه في ماضي الست فضل معداوي. بتدور لها على فضيحه تهددها بيها يا دكتور؟ احنا ما بندورش على فضايح شخصيه يا استاذ، بندور على اجابه لسؤال مهم جدا لازم نقف قدامه ونفكر، منين ده كله؟ الثروه المهوله، الامبراطوريه الماليه الضخمه اللي كونتها فضل معداوي، ايه مصادرها؟ الجهد والعرق بس ولا معاهم الحظ؟ اذا كان كده يبقى حلال عليها، لكن المساله مش بالبساطه دي. الجهد والعرق ومعاهم الحظ ممكن يجيبوا لاي انسان ثروه معقوله يكتفي بيها، لكن ثروه بالضخامه دي، ضخامه الافيال، مش ممكن. ده ضد المنطق والعقل، يبقى لازم في اسباب تانية، والاسباب دي لا يمكن تكون كلها اسباب مشروعه، وهو ده اللي عاوزين نعرفه. ده تحليل سليم يا دكتور، انا شخصيا مقتنع بيه. وانا كمان، ومستعد اخليه قضيتي الاساسيه، وهشارك مع بابا ومع الشيف. لا 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 لا، انت مهمتك في جبهه تانية خالص. انا متمسك بالفيلا دي ليه؟ مش علشان قيمتها الفنيه والتاريخيه؟ طبعا. ودي قضيه مين؟ قضيتي أنا لوحدي؟ لا طبعا، قضية كل الفنانين والمثقفين اللي في البلد. فهمت يا دكتور؟ هي دي مهمتك، تكتيل رأي عام من الفنانين والمثقفين في اسكندرية، الكل لازم يقف في المعركة دي صف واحد، مش علشان مفيد أبو الغار، لا، علشان كل قيمة جميلة بنحرص عليها، علشان كل حتة من تاريخنا. وزي ما انقذنا ابو سمبل وهضبة الهرم لازم ننقذ الفيلا دي. ممكن تكون اصغر كتير من ابو سمبل والهرم،
لكن زي ما قلت لكم قبل كده، اللي بيفرط في الجزء بيضيع الكل. بسم الله الرحمن الرحيم. تصورت أنني حين أبدأ في كتابة مذكراتي بعد تقاعدي أنها ستكون عن حكايات الماضي ورحلة العمل الدبلوماسي الطويلة، وحكايات كل دولة خدمت بها، وكل مدينة من مدن العالم الذي طفته شماله وجنوبه شرقه وغربه. ولكني فوجئت، ولعلها أسعد مفاجآت حياتي، أنني لم أصل بعد لنهاية المطاف، وأنني غارق حتى أذني في لجة معركة جديدة أظنها أخطر وأهم من كل معارك الماضي، معركة لا تصلح فيها القفازات الحريرية أو لغة الدبلوماسية الهادئة أو محاورات الجباه العالية، لأنها صدام مروع بين القيم، بين الجمال والقبح، بين التحضر والسوقية، بين ما نطمح أن نكون عليه وما تفرضه علينا ظروف التخلف والجهل. كل ده يطلع منك سفير سابق يساعد الانتربول، لكن سفير ايه بقى؟ حقهم يقولوا العميل السري او اسامة. بس يا ولد هتشرقني بالضحك. مبروك يا امل هاني. الله يبارك فيك. اهلا بالفريق المنتصر. متشكرة، مش عارفة اقولك غيرها. ما تقوليش، المهم ان المفاجأة عجبتك. مبروك يا أمل. الله يبارك فيك. لا 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 لا، أجلي المؤثرات الدمعية دي بعد ما نسمع الدكتور. هتسمع ايه تاني يا ولد؟ ازاي عملتها؟ انا تحت امرك يا دكتور، بس ايه اللي ممكن اعمله؟ تقدر تعمل كتير يا استاذ سعيد، احنا عايزينك تبقى the man inside. ايه؟ معلش، اصل الدكتور دلوقتي مندمج في الدور ده وبيستخدم مصطلحات المخابرات. سيبك من المهرج ده، انا عايزك فعلا تبقى راجلنا في معقل فضل مع الداوي. جاسوس يعني؟ بالظبط. ايه الاسئله دي كلها؟ قال عايز اعرف كل حاجه عن الست اللي هتبقى حماتي. حمادك؟ افهم من كده انك دورتها في دماغك واقتنعت. انا ما اقتنعتش ولا حاجه، انا بس عايزها تبعد عن فاطمه. البنت غلبانه واهلها اغلب منها، والحاجه فضه هي اللي بتصرف عليهم وفاتحه لهم البيت. صح. وبعدين كمان انا عايز اامن مستقبلي وعايش كويس. صحيح يعني المطعم ده ممكن ياكلنا الشهد، لكن يعني بعد عمر طويل ما تاخذنيش يعني. لما يتقسم على حريمك التلاته واولادهم مش هينفع حد. اهو ده الكلام اللي يخش المخ، وانا مبسوط منك انك فكرت فيها على بركه الله. بس انا مش عايز ادخل لهم ضعيف يابا، مش عايزهم يركبوني بثروتهم ويكسروا عيني. مش فاهم يعني. انا بسمع تخطيف كلام كده عن ماضي الحاجه فضه، يعني نقطه سودة كده ما حدش بيتكلم فيها بصراحه. لو عرفت هي ايه هدخل لهم ماسك زله، ما خليهمش يستقوا عليا. زله هي بس وماضي ايه اللي انت شاغل دماغك بيه؟ ومين قالك انهم هيستقوا عليك؟ ده انت هتبقى جوز البت الحيله دلوعه العيله. يابا انا عارف ان اسرار الحاجه كلها في عيبك، مفيش حاجه خافيه عليك. وافرض يا اخي، وانت همك ايه يابا؟ ما انا قلت لك ان انا خلاص. لما يبقوا يستقوا عليك ولا يبان منهم حاجه تضايقك يبقى يحلها حلال. انا رايح الحاجه وانت خليك هنا لحد ما ارجع. عجيبه والله العظيم ثلاثه، قلت لك يا محترم انا اللي بنستلم البوسطه هنا. وانا بقول لك ان البوسطه دي لازم يستلمها صاحب الشان شخصيا ويمضي عليها قدام. ممضي عليها انا؟ انا بقالي 30 سنه بنستلم البوسطه والشيكات. اتفضل يا سي مطاوع، حضرتك مش عامل اي اعتبار لحد. انا موظف عموري وعمال بشوف شغلي. بس بس يا دو، بس تعالى هنا. تحت امرك يا محترم. حضرتك الدكتور مفيد سعيد كامل ابو الغار؟ خير. انت ولا مش انت؟ لو انت اشوف بطاقتك. مش انا. يبقى تتفضل تندهول. في ايه يا مطاوع؟ ده موظف معاه بوسطة لحضرتك يا فندم. بوسطة لي انا؟ اكيد من الخارجية، هما لازم يبعتوا البوسطة بتاعتهم مع مخصوص. اتفضل يا اخ اتفضل. انا مش من الخارجية، انا من المحافظة. المحافظة؟ بوسطة لي انا من المحافظة؟ ايوه. بطاقتك وتفضل امضي.
قرار إزالة للفيلا رقم 425 طريق الجيش. قرار اللجنة الهندسية بتاريخ 15-11 واعتماد مدير المباني بتاريخ 15-11 واعتماد رئيس الحي بتاريخ 15-11. واللجنة دي خدت القرار ده على أي أساس؟ بعد المعاينة. والمعاينة دي تمت إمتى؟ بتاريخ 15-11. كله 15-11؟ ده كان إيه 15-11 ده؟ اليوم العالمي لتحطيم الروتين والبيروقراطية ولا كان يوم عيد الإنجاز القومي؟ كان يوم الاثنين. إيه رأي جنابك إنه اللجنة دي ما هوبتش ناحية الفيلا؟ وإن المعاينة اللي بتتكلم عليها ما حصلتش؟ والله الأوراق اللي قدام مني بتقول إن اللجنة راحت وإن المعاينة تمت وإن قرار الإزالة اتخذ نظرا لخطورة حالة الفيلا وإشرافها على الانهيار. كذب وتلفيق، دي مؤامرة من فضل المعداوي وساعتها فيها موظفين عموميين يجب أن يعاقبوا. روح اشتكي وسيبنا اشتغل. واضح إنك أنت بالذات شيخ المتآمرين. طب امشي اطلع برا وراح انده لك الامن. انده الامن علشان اتهمك رسميا بتقاضي رشوه. انت قليل ادب وانت عديم الضمير. طب اتفضل اطلع برا. بتمد ايدك عليا؟ ده اعتداء على موظف عمومي اثناء تاديه وظيفته. انا ما اعتديتش عليه، انا منعته من الاعتداء عليا. ده كان هيضربني. انا مفيد ابو الغار اللي اشتغلت سفير لبلدي 35 سنه كنت فيها رمز لكرامتها واسمها. احنا مقدرين مكانة سعادتك، بس القانون قانون، وراجل بيقول انك انت اعتديت عليه باللفظ واتهمته بانه مرتشي. وهو مرتشي فعلا. لحظة يا دكتور. يا سيادة الرائد، اللي حصل ده نتيجة لاحتداد المناقشة مش اكتر، وارجو اننا نسوي الموضوع. انا ما عنديش مانع، بس اتفقوا مع المبلغ ونعمل محضر الصلح، والا هضطر احول الموضوع للنيابة. محكمة ولا نيابة مش هتراجع. لو كنت أخطأت أنا مستعد أتحمل نتيجة خطأي بصدر رحب، لكن مفيش صلح مفيش اعتذارات، وأنا مصر على اتهامي لهم كلهم. المسألة ما تتعالجش كده يا دكتور، هيصطادونا. إحنا دخلنا معركة تكسير عظم، مش ممكن من بدايتها نصرخ لمجرد إنهم سبقونا وضربونا الأول. هو أنا متفق مع الدكتور يا بابا، لازم نثبت التلاعب اللي ورا قرار الإزالة. وهنثبت ده إزاي يا فصيح؟ وعلى ما نثبته هنتصرف ازاي في القضية اللي الدكتور مصر يلبسها؟ هنتحرك بسرعة. هو ده الصح. انت عليك تستخدم اساليبك وتصرفاتك القانونية، واحنا علينا نتحرك ونهجم في كل الاتجاهات. الو، مين؟ مبروك بالهنا والشفا على قلبك يا دكتور. لو لسه السمين جاي اوعك تفتكر انك ضحكت علينا ونيمتنا. او لا، فوق لروحك بقى وبيعها قبل ما نهدوها على دماغك. انا مستنياك ومجدعه مني، مش هستغل الظروف ومش هاخدها بيعة جزاري. الفلوس موجوده بس بسعر الارض في الحته دي. ايه مالك ما بتردش ليه يا ضنايا؟ هي طبقت على مراوحك؟ معلش تعالى الماما فض عيط على كتها وهي هتصالحك وتديلك اللي انت عايزه. الراجل جاتله بالخرج. ربنا يكون في عونه ويلطف بيه. طب ايه رايك بقى يا معلمه ان هيجيلك زعف على ايديه ورجليه؟ ايه ده؟ اصل ده ضاق علي الخناق، ومش كل الناس قد الخناق. وسكت لها يا دكتور. امال عايز يردح لها يا هشام؟ يبقى ايه الفرق بينهم؟ ده صح. وكمان الرد على فضل المعداوي مش بالكلام، بالفعل بس. روح انت يا انيس شوف شغلك وسيبني مع هشام. وهو كذلك. اهم نقطه دلوقتي نطعم في قرار الازاله. وانت يا استاذ هنبدا الحركه ازاي؟ انا ابتديتها فعلا يا دكتور. اتصلت بكل اللي اعرفهم الفنانين والمهتمين بالفنون في اسكندريه، وفي ميعاد النهارده هنتقابل في القصر وحفرد قدامهم تاريخ الفيلا وقيمتها، واعتقد في كتير قوي عارفينه. وهنتفق على خطه منظمه لتكتيل الراي العام. عظيم. بس في حاجه اهم دلوقتي يا هشام، لازم نوصل لخلفيه قرار الازاله.
لان اللي فبركوا القرار ده في يوم واحد ممكن يفاجئونا وينفذوه في يوم واحد برضو. يبقى لازم اوصل لاصل المؤامره والناس اللي اشتركوا فيها، وساعتها ادخل المحافظ اوقف القرار واثبت وجود الرشوه وادخل الناس اللي اشتركوا فيها في السجن. مظبوط يا دكتور، بس ده محتاج حد خبير بدهاليز المساله دي. سيبوها عليا دي. عليك انت يا مطوع. ليه لا يا دكتور، ولا مانيش معاكم؟ مش الفكره، اتفضل. لكن ايه علاقتك بالمحافظة والاسكان والدهاليز زي ما بيقول هشام؟ اولا في ثلاثة من قرايبي بيشتغلوا في مديرية الاسكان، تقدر تعتبرهم ثلاث عفاريت او ثلاث حواة بيلعبوا بالبيضة والحجر. هايل، هم دول اللي احنا محتاجين لهم. فورا نبدأ اتصالاتك بيهم. لسه ثانيا يا استاذ، وده الاهم. العالم السفلي في مديرية الاسكندرية. ايه العالم السفلي؟ عمري ما كنت اعرفه ولا كانت ليا صلة بيه، لغايه ما تلفقت لقضيه الفندق اياها ودخلت السجن، وهناك عرفت العالم ده وعرفت اهم اقطابه. اقطابه؟ عتاوله التهريب والمخدرات والسماسره والنصابين والهجامين وكل الانواع. بس انا لا يمكن اتعامل مع النوعيات دي. حضرتك هتكون بعيد، مالكش دعوه بايها حاجه. مع ملاحظه اني مش مستعد اطلاقا اشترك في اي تصرف فيه خرق للقانون او التعدي على الفضائل العامه. سمعة بنت فضل مع الداوي. قراية فتحة بس يا دكتور، بكتير هتبقى خطوبة، لكن أبعد من كده مش هيحصل. غريبة، ليه يا أستاذ؟ لنفس الأسباب اللي مخليك ترفض تبع لها الفيلا دي. صدقني أنا مش شايف الصلة. إزاي يا دكتور؟ ما هو نفس الأسلوب السوق المبتذل، حتى في ربط الناس ببعض وتقرير مستقبلهم ما همهاش في لحظة انها تضغط بقدمها التقيل على رقبه فاطمه بنت عم ولادها. البنت الغلبانه اللي كل زنبانة كملت تعليمها ودخلت الجامعه ونجحت، نجحت في اللي ما قدرتش فضه تشتري لبنتها بالفلوس، فكان لازم طبعا تتفعص مشاعرها واحلامها وبنفس الادم التقيله اللي عايزه تدوس على الفيلا دي وتهدمها. ايوه يا ابني، ادم الفيلة. هتالي تعبير الفيل ده مش مجرد تعبير سوقي زي تعبيرات الأرنب والأستك اللي مالية البلد في الزمن السوقي ده. لا، ده في دقة شديدة. ما هو الفلوس ممكن تبقى عندها قوة غشمة تفرص وتقتل. فهمتني دلوقتي يا دكتور؟ دي قضيتي يا أستاذ، لكن اللي أنا مندهش له إزاي تكون فاهمها بالشكل ده ومستعد تجاري الجو وتقرا الفاتحه وتخطب. فين المقاومه يا استاذ؟ ما لو المقاومه تبعتها هتبقى على كتافي انا لوحدي، انا ما كنتش اتردد، لكن اول نتائجها هيبقى على دماغ فاطمه واخواتها. مش معنى كده ان انا هستسلم، لا، دي مجرد مناوره، مناوره مباحه في قوانين الحرب يا دكتور. على اساس كده انا موافق. ألف مبروك يا أستاذ عربي. كان لازم أحضر الاجتماع ده وأشكرهم. لا، أنت مش مضطر تحضر اجتماعات، ومفيش حاجة تستدعي الشكر. القضية ما بقتش قضية خاصة، مش قضية الدكتور مفيد بس، وأظن أنت فاهم. فاهمك وموافقك. عمتم مساء يا سادة. أمل، رجعتي؟ إيه ده؟ لحقتي؟ إيه اللي رجعتي ولحقتي؟ هو أنا كنت رايحة ابني السد العالي، ده مجرد تسليم مقال واتفاق على الحملة، ولولا إن أنا ما رضيتش أمشي غير لما المقال يتجمع قدامي كنت جيت من بدري. يعني المقال نازل على الصفحة التالتة بكرة الصبح. هايل يا هشام، آراء الناس دول هتكون موضوع الريبورتاج اللي جاي، يا ريت تجمعني بيهم. دي سهل، ممكن أروح أنا وأنت دلوقتي ونقابلهم واحد واحد. يلا بينا. بس هحتاج مصور، عايزه الريبورتاج يبقى بالصور، هيفردوا له مساحه اكبر وهيبقى له واقع احسن. برضه سهل، عندي كاميرا واصور لك. انا بتعرف؟ هحاول. وانا هفضل كده ما اعملش حاجه. دكتور مفيد، دكتور مفيد، ممكن ننفرد ببعض شويه؟ خلاص اتحلت، اتفضلوا انتوا. معايا على المكتب يا مطوعي تقرير عن حصيلة الجولة الأولى. تمسحها على الزيرو وقفت فجأة قدام بيت مهندس كبير في التنظيم. في المرور اتكتبت باسم الهانم مراته، التاريخ 15/11، تاريخ صدور قرار الإزالة.
العربية طلعت من أجانس جليم موتورز المملوك لشركة النور لتجارة السيارات، إحدى شركات مجموعة النور الفضي اللي بتملكها الست فضل مع الداوي. شيء جميل. التمن اتسدد على الورق، لكن في دفتر الضرائب الموجود في مكتب المحاسب القانوني عزة أبو العز مسجل تحت بند إكراميات وكوميسيون. هايل يا مطور، تحصيلات هينة. لسه يا فندم، بكرة إن شاء الله هيكون عندنا وثيقتين على جانب كبير من الأهمية. الوثيقة الأولى كشف بمفردات مرتب الموظف المرتشي، والتانية صورة من إقرار الذمة المالية بتاعته اللي بيثبت فيه إنه ما عندوش أي مورد رزق غير وظيفته. ده بخصوص موضوع قرار الإزالة. أما عن الأنشطة الأخرى للست فضل مع الداوي فجاري العمل، وإن شاء الله بكرة هيكون عندنا تقرير عنه. ونشكر يا مطور. انصراف. بعد إذن سعادتك، في كده موضوع جانبي ممكن يكون مفيد. عمارة فضة اللي في رشدي فضيت فيها شقة، واحتمال كبير الليلة إنها تتأجر ويندفع فيها خلو رجل كبير. تحب سيادتك نزغزغ بيها ست فضة؟ سابقة؟ أيوة يا دكتور، جناية سرقة وخدت فيها سنتين. معقولة تسرق وعندها ده كله؟ لا، ما ده حصل زمان ايام ما كانت لسه بنت بتسرح بالسمك على مشن فوق راسها قبل ما تتجوز. يعني الست المليارديره فضل مع الداوي ذات ماضي ملوث. هتفيدك المعلومه دي يا دكتور؟ فايده مزدوجه يا استاذ. الفايده الاولى لي انا، بجاوب على سؤال كان محيرني: هل الجهل لوحده ولا الفقر لوحده ولا لازم الجريمة معاهم؟ كده بقت واضحة. الأصل ملوث يا أستاذ، ومدام الانحراف أصيل يبقى كل ما ينتج منه مفهوم. طب والفايدة التانية؟ فايدة مباشرة، ورقة ضغط في إيدي ممكن أستعملها وقت اللزوم علشان أحمي نفسي وأحمي الجدران دول. قول لي يا أستاذ سيد، مش ده برضو من حقي؟ طبعا من حق حضرتك، بس انا معترض على شيء واحد. اللي هو حكايه استاذ سيد دي. سيادتك مصر يعني تعمل تكليف بيني وبينك، بالرغم من اني بسمعك تنادي هشام وامل باسمائهم، يا ترى هم ليهم معزه خاصه انا ما اقدرش اطمع فيها؟ اطلاقا يا ابني، انت ليك نفس المعزه، بس انا حاسس انه لازم اقول لك يا استاذ. اولا لانك مدرس، ومدرس من احق الناس للقب ده، وثانيا انت تخصص فلسفة، والفلسفة دي حاجة كبيرة مهولة. اول ما نسمعها بنفتكر ارسطو وسقراط وابن رشد وكانت وهنجل وديكارت. بس انا فين هم دول فين يا دكتور؟ برضو انت منتمي اليهم. خلاص مدام حضرتك مصر. الحقيقة يا ابني انت نموذج مشرف. بالمناسبة، عملت ايه في القضية بتاعتك مع الوزارة؟ ولا حاجة، رحت المحاكمة التأديبية وخدوا اقوالي، وهو اديني لسه مستني قرارهم. عايزني اتدخل؟ الوزير الجديد صديق شخصي ممكن. لا 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 يا دكتور، لا متشكر قوي، انا مش محتاج اي واسطة، انا مستعد احارب معركتي للاخر. كنت هتخيب ظني لو قلت غير كده. اوعي تروحي، ابو طالب ده تعبان ونابه ازرق، واكيد دعوته ليك النهارده وراها بلوه تقيله بيحضرها لك. ده لو انا رحت على غمايه وانا معرفش هو مين واغراضه ايه، لكن ما دمت واخده حذري ميهمنيش. وبعدين تكتيكيا يا استاذ ما يصحش اننا نسد ودنا وما نعرفش هم عاوزين ايه، مهما كانوا عاوزين يتنوروا او يكذبوا او يوضبوا بلاوي زرقاء زي ما بتقول، لازم نسمعهم ونعرف اسلوبهم. ايوه يا دكتور، بس اللي اتلسع من الشوربه بينفخ في الزبادي. وامل قبل كده سبق لها انها وقعت في مشكله بسبب سلامه نيتها دي، ومش هقع فيها تاني لاني مش هكون سلمت النيه تاني. انت حره، انا بحذرك. انا صحفيه يا استاذ، ومش عايزه حد يعلمني مهنتي. انا اسف، حقك عليا. بعد اذنك يا دكتور، انا نازل اجيب نهاد عبد الحكيم عشان يبقى يعاني الفيلا. مع السلامه يا ابني، انا مستنيكوا. ليه يا امل؟ الولد ما قالكيش حاجه تضايقك عشان تردي عليه بالطريقه الجافه دي، ده خايف عليكي. انا اسفه يا عمي،
مش عارفه ايه اللي خلاني اتكلم بالطريقه دي، زي ما يكون واحده غيري فرضت نفسها على لساني واتكلمت بدالي. معلش خلينا دلوقتي نكمل اللي كنا بنعمله ونراجع الروبورتاج. ها يلا. ها تحب تبتدي امتى؟ دلوقتي. اذا كان الدكتور ما يمنعش. الفيلا كلها تحت امرك من اللحظه دي. الاول انا محتاج اراجع الخرايط والكتب اللي معايا. اتفضل معايا على المكتب. اجي معاكم؟ لا خليك انت دلوقتي، انا راجع لك. انت لسه هنا مستنياك. امل انت مالكيش دعوه بيا خالص، معاملتنا من هنا ورايح هتبقى رسمي. كل اللي بيربطنا ببعض ان احنا الاثنين مهتمين بقضيه الدكتور مفيد، انما اللي بتعمليه او اللي ناويه تعمليه فن. ممكن تيجي معايا؟ اجي معاكي فين؟ معاد ابو طالب، عايزه حد معايا يحميني. انت بتتكلمي جد ولا ناويه تقلبي عليا بعد شويه؟ اتفضلي. ايوه يا هشام. الله، هو راح فين؟ خرج يا فندم. اكيد راح يجيب الراجل الحيران مامي فريسك. اسمع يا مطوع، الاستاذ اللي جوه في المكتب مسموح له يتجول في جميع ارجاء الفيلا، تتعاون معاه وتنفذ له كل اللي هو عايزه. امر ساعتك. والاستاذ اللي هيجي بعدين يبقوا اتنين، اعمل حسابهم على الغدا. طبعا انا نازل الجنينه اقعد شويه مع امل هانم. امل هانم خرجت يا فندم. هي كمان؟ امتى؟ مع الاستاذ هشام. يبقى ما عادش فاضل غيرك انت. تحب اعمل لحضرتك قهوه؟ مش اللوحه دي بس، الفيلا كلها تعتبر ثروه قوميه فنيه ما تتقدرش يا دكتور. والترميم هيتكلف قد ايه يا استاذ؟ لا التكاليف كتير، ومش من العداله انك تتحملها لوحدك. امال مين اللي هيتحملها؟ الدوله يا دكتور، واحنا كمان معاها. ايه هتعملوا كتاب؟ ليه لا، مع الحمله الاعلاميه اللي هنعملها لانقاذ البيت نطلب من اهالي اسكندريه يساهموا في ترميمها. اهالي اسكندريه؟ أهالي اسكندرية، عبارة قالها خبير الترميم وظلت تتردد في ذهني وتشغلني. لما؟ الرد غير واضح، مجرد إشارة تبرق في أعماقي متقطعة كأنها لمعة ضوء آتية من فنار بعيد تحاول أن تحذر وترشد. ترى من أي شيء تحذر وإلى أي شيء ترشد؟ برضو يا فندم، حسيت ان سعادتك الان فحبيت اطمن. انت كمان الان يا مطوع. تحب اعمل لسعادتك كوبايه عصير؟ لا تعال اقعد. العفو يا فندم، احنا مش في ساعات العمل الرسميه يا مطوع. امرك. تعرف يا مطوع، الفيلا دي كبيره عليا. اوعى يا دكتور. اوعى ايه يا مطوع؟ انا متاسف يا فندم، مش من حقي اقول كده، بس سؤال حضرتك معناه انك بدات تفكر في بيع الفيلا. علشان قلت انها كبيره عليا؟ لا يا مطوع، انا ما كنتش بفكر في كده ابدا، ومع ذلك ما عنديش مانع ابيها. الفلوس برضو لو استخدمت كويس ممكن تنفع وتعمل خير كتير. انا ما بكرهش الفلوس وما بحتقرهاش، أنا رافض إنها تكون أداة لتحطيم الأشياء الجميلة. لو جاني حد غير فضة المعداوي، إنسان متحضر فاهم وعارف ومستعد يحافظ على الجدران دي بكل اللي فيها، وقال لي أبيعها له قصاد شقة صغيرة على قدي وقرشين يعيشوني باقي أيامي مرتاح،
أوافق وأبقى سعيد، بس بشرط أكون واثق إنه الفيلا تكون بين إيدين أمينة عارفة قيمتها، وده احتمال بعيد يا مطاوع. على الأقل مش في استطاعة شخص واحد. عشان كده حضرتك بتقول إن الفيلا كبيرة عليك؟ فهمتني، الحاجات اللي زي دي ما يصحش تفضل في ايدين واحد لوحده، ممكن يضعف يخضع للاغراء، يخاف من تهديد، يتهزم يتغلب على امره. انا مندهش يا دكتور لانك بتقول الكلام ده في الوقت اللي الناس فيه بدأوا يتجمعوا حواليك وينصروك. يمكن علشان ده بالذات بقول الكلام ده، انا مش بقول وانا خايف ولا يائس، أنا لقيت في كلام خبير الترميم النهاردة مفتاح للغز كله، وجايز يكون هو ده الحل الوحيد. ايه ده يا أستاذ وصف؟ ايه يا أستاذ هشام؟ اليوم فضول مالها؟ ده أقل ما يجب يا أخي. أقل ما يجب يعني إيه؟ مالها فضل مع الدوي ومال القصر؟ أنت ما قريتش جرايد النهاردة ولا إيه؟ فيها إيه جرايد النهاردة؟ مش عيب برضو واحد زيك ده يشتغل في حقل الثقافة وما يقراش جرايد؟ هات يا ابني اليافطة دي على وجهة القصر. يقام الليلة بقصر ثقافة بحري حفل تكريم السيدة فضل مع الدوي صاحبة الأعمال المعروفة التي تبدي اهتماما كبيرا بالحركة الفنية والثقافية بالثغر. والجدير بالذكر أن السيدة فضة تقوم بتمويل مجموعة كبيرة من المشروعات والأنشطة الفنية، مساهمة منها في رعاية الثقافة بالجهود الذاتية. إيه التحريك ده؟ افتح الجورنال في صفحة الرأي. إيه ده؟ مقالة للأستاذ وصفي يسرد فيها أيادي ست فضة البيضاء للفن والفنانين والمثقفين. مش معقول، أكيد الراجل ده حصل له حاجة في مخه. ليه لأ؟ إذا كان فضة تبرعت للقصر مبلغ كبير وحتة أرض حيبنوا فيها مركز فضة للفنون. دكتور مفيد، سلاحك يا دكتور. سلاحي؟ القصة بتاع الزمان اللي جبتها لك وخبتها وقلتها كأنك حتشيلها الوقت اللزوم. وتفتكر دلوقتي الوقت المناسب؟ الهجوم أفضل وسيلة للدفاع. أفهم، أعمله معروف. هدي نفسك يا بنتي، مش كده؟ أهدى إزاي يا بابا؟ معناه إن التحقيق ما ينزلش بعد ما تجمع قدامي في المطبعة. يمكن في شيء طارئ خلاهم أجلوه. زي إيه؟ خبر حفل التكريم فضل مع الداوي؟ ولا مقالة مدير القصر؟ ولا الإعلان اللي واخد الصفحة الأخيرة كلها عن مجموعة النور الفضي الاستثمارية؟ ألو ترانك. أيوة، عايزة أكلم مصر لو سمحت. 7544. أيوة شخصية، الأستاذ حمدي السباعي. طب على الأقل امسكي أعصابك، كلمي بهدوء وما تنفعليش. أفهم الأول وبعدين أبقى انفعل أو ما انفعلش. ألو، صباح الخير. صباح الخير يا أستاذ حمدي. موضوعي منزلش ليه؟ اتأجل؟ لإمتى؟ بعدين إزاي يا أستاذ حمدي؟ بعدين إزاي وإحنا هنا بنسابق الزمن؟ أنا كل يوم بوصل لمعلومات جديدة. سياسة الجورنال؟ وهي سياسة الجورنال دي أسرار مش لازم أعرفها؟ لا، ده مش من حقك ولا من حق الديسك. في مجلس اعلى للصحافه وفي نقابه للصحفيين وفي تصور يا ماما قفل السكه في وشي. مزنوق يا بنتي، هيعمل ايه؟ مزنوق؟ مزنوق يعني ايه؟ بصي في الجورنال تاني وانت تعرفي. في ايه الجورنال غير اللي شفناه؟ فيه الصلة الواضحة بين أجزاء الصورة، خبر حفل التكريم فضل مع الداوي ومقال الأستاذ وصفي ومقالك اللي اتشال. حط كل دول في كفة، بعد كده بص على الصفحة الأخيرة، الإعلان الكبير اللي واخد الصفحة بحالها.
معها السلع واضحة لدرجة مفضوحة. وأنا مش هسكت. أوي أنا نازلة القاهرة حالا، هقلب الدنيا، مش هخلي مجلس صحافة، نقابة، مجلس شعب، مجلس شورى، كله. ما تتردديش، هنزل معاكي. ليه؟ أظن دي مش ممكن تكون الفرصة ولا الوقت المناسب عشان تسمع مني رد على عرض الجواز. عن إذنكم أنا لو ما لحقتش أرجع لولادي هبقى أكلمك في التليفون المصري عني. معلش يا هشام، دي متعمدة تحرق دم يا دكتور. أقسم بالله إن ما كان في بالي أكلمها في أي موضوع شخصي. كل اللي شاغلني دلوقتي القضية بتاعتنا. أنا عارف ومتأكد، بس في حاجتين عايز اقولهم لك عشان تستريح يا ابني. امل بتحبك لدرجه مستفزاها وبتخليها تقاوم مشاعرها، وثانيا ان جراحها لسه ما خفتش. فليكن، بس انا بقى ما عنديش اي استعداد اخلي عواطفي ومشاعري رهن للعقد والكراكيب اللي ملياها. انا بقى هعرف اكلمها وعرف بالراحه يا ابني. انت كمان بتحبها ومش هتقدر تنفذ اي تهديد تاخده على نفسك. صدقني يا دكتور المرة دي وهتشوف. على العموم دي كلها امور جانبية لازم نشيلها على الرف دلوقتي ونتفرغ للاهم. عفارم عليك. شوف بقى يا ابني، انا عندي فكرة لو قلتها لك هتقول علي مجنون. ايه رأيك؟ انا عايز احضر حفل التكريم الست فضة. أتوجه ليكم بالشكر العميق أيتها السادة والسيدات. إن الذي فعلته هو تعبير عن إيماني العميق بالسعافة والدور الخطير الذي تلعبه في حياة الناس. حياة الناس، 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 حياة الناس. وقد يقول قائل: ما هي علاقة السعافة بالسمك؟ والحقيقة إن العلاقة وثيقة من زمان، من أيام اسكندر ذو القرنين. يعيش الاسكندر ذو القرنين. عاش الاسكندر ذو القرنين. ذو القرنين، 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 ذو القرنين. كان بيحب السمك قوي وبنى اسكندرية على البحر مخصوص عشان خاطر السمك. غلط يا حاجة، غلط. ايه بلا غلط؟ مين بقى كان بيعلم الاسكندر ده؟ واحد اخوك مشهور قوي 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 قوي. خريستو يا حاجة. ايوه هو رستو ده. يا خاطر ده كان يأكله اكل في الصياديه من هنا مخه يتفتح ويتزقف. ايه يا مهزلة. ايه ابني الاستاذ العربي هو اللي كتب لها الخطبه. ايه اللي حصل؟ انا قلت حاجه غلط ولا ايه؟ هو مظبوط مظبوط. خرستو اختمي يا ست، اتفضل اختمي. وختاما نقرا الفاتحه مع بعض. لو سمحتوا انا عاوز اقول كلمه. متاسفين يا استاذ، اسمك مش في برنامج الحفله. حفله ايه يا استاذ؟ حفله ايه دي؟ مهزله. انا مش عايز احكم ولا اقول كلام كتير، انا بس عايز الفت نظركم لحقيقه ظاهره قدامكم. السيده الفاضله فضل معداوي اللي قالت قدامكم دلوقتي خطبه قيمه عن علاقه السمك بالثقافه، عايزه تطبق الكلام ده على بيت ابو الغار، عايزه تحول التاريخ والفن
لأكلة صيادية. دي مؤامرة لإفساد حق التكريم والإساءة إلى السيدة التي قدمت ألوف الجنيهات في خدمة رسالة الثقافة. اطلعوا برا، اطلعوا برا. تعي فضل مع الداوي. تعيش 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 فضل مع الداوي. يا جماعة فضل مع الداوي. يا جماعة فضل. مش معقول ابدا، مش معقول ابدا اللي بيحصل دوت. وانا بصفتي واحد من الطبقة الشعبية الاصيلة، ولاني من هنا ومن بحري، فانا بستنكر كل الاعمال اللي بتعملها الست فضل مع الداوي ضد الدكتور ابو الغار. واني منكم الشواف ورحت مخصوص اتفرج على بيت ابو الغار وعرفت حكايته، وبقول للدكتور مفيد ما تبيعش ما تسلمش. واني منكم الدكه مسقط راس سيد درويش فنان الشعب. شد حيلك يا دكتور، ونعوز رجال احنا موجودين وهنثبتوا لك ان احنا جدعان قوي. سكت ليه يا ابو طالب؟ يا استاذ وطفي ايه في ايه؟ اسمعني كويس، اذا ما انهتش المهزله دي احنا هنسحب كل تبرعاتنا. يا زناتي انت رجال الامن بسرعه طلعوا كل المشاغبين دول بره. مفيش هنا مشاغبين الا شله الهتيفه اللي ست فضل مع الداوي لمعهم وراها. اسكت انت يا هشام وما تبوظش الدنيا. اللي بيبوظ الدنيا مش انا يا استاذ وصفي، هم دول اللي حوالي لك عينه من اللي هم بيعملوه. رجب الست فضل مع الداوي والاستاذ ابو طالب ادوني فلوس بالالافات عشان ازور عقد ايجار بيت ابو الغار، والمزمزيل سمحه ادتني فلوس عشان اتهم الاستاذ هشام تهمه مش كويسه. رجب ده شخص منحرف ولسه طالع النهارده بكفاله في جريمه قتل قاعد العينه اللي بيستشهد بيها ابو الغار. تحيا فضل مع الداوي. تحيا فضل مع الداوي. تحيا فضل مع الداوي. يعيش مفيد ابو الغار. يعيش مفيد ابو الغار. انا كنت عامل حساب يا حاجه. خلاص الجو دلوقتي كله معاكي. كمل يا ابو طارق. ردا على المرجفين والمشككين ومروجي الاشاعات، يسرني ان اعلن عن المشروع الضخم مفاجاه الليله، هديه الست فضل مع الداوي الاسكندريه كلها. مدينة سمحة للفنون في لوران، مدينة كاملة متكاملة على مساحة 10,000 ذراع مكونة من التالي: 2 بلاتو سينما يرجعوا مركز الصدارة في الانتاج السينمائي للإسكندرية اللي اتبنى فيها زمان أول استوديو سينما في مصر، 2 بلاتو للتصوير التلفزيوني، معمل للطبع والتحميض، مركز للصوت واستوديو كامل للتسجيلات بالكمبيوتر، برج اسكان اداري به مكاتب لخدمة مدينة الفنون، سوبر ماركت مع رستوران، 3 مطاعم للهمبرجر، 3 محلات لشرائط الفيديو، 3 محلات للاحذية جنب بعض، 4 محلات لملابس الاناقة والحشمة. ويهمني بهذه المناسبة أن أوضح للإخوة اللي غرر بيهم مفيد أبو الغار إن السيدة فضل مع الداوي لم تكن تريد شراء بيت أبو الغار لتهدمه أو تبني على أنقاضه عمارة كما يروج، بل ليكون جزءا من مدينة الفنون هذه التي أعطتها أغلى اسم لديها، اسم بنتها ربة الصور والعفاف الآنسة سمحة الشاطر. مطاوع مطاوع. افندم يا اكسلانس. اهلا يا ضوي، امال فين مطاوع؟ والله يا فندم بعد اذن سيادتك مطاوع قال لي عنده مشوار مهم ونب عليا انا نستني جنابك ونقدم العشاء. لا انا مش جعان، اعمل لي فنجان شاي وهاتهولي جوه في المكتب.
تحت امرك يا فندم. مفيد بيك. ايوه يا دول. بعد اذن جنابك ممكن نسال سيادتك سؤال؟ ايه اللي مكدرك؟ ابدا يا ضوي، مفيش حاجه، عادي. مع ان المفروض ابقى سعيد ومتفائل، انا فوجئت الليله دي في الحفله بناس ولاد بلد اسكندرانيين عاديين من بحري وكم الشقافه وكم الدكه، عارفين القضيه كويس، حاسين بالمعركه اللي بحاربها. طيب امال ايه اللي مزعل سيادتك؟ قلبت ضلمة في الآخر يا ضوي. مساء الخير يا دكتور. أهلا يا مطاوع، كنت فين يا حراب؟ كنت بجيب لسعادتك بقية السلاح. خير؟ تقارير جديدة؟ لازم نهاجمهم يا دكتور، السلاح اللي في ايدك دلوقتي بقى سلاحين. طب مش تقعد الأول كده وترتاح وبعدين تقول لي التفاصيل؟ أنا آسف لانفعالي يا فندم، بس هتحظني لما تعرف اني جايب معايا الليله تاريخ ثروه تفضل مع الدوي بالمليم. ثروتها كلها؟ قول لي بسرعه. تحب ساعتك اقول النتيجه النهائيه ولا عايز تسمع بالتفصيل؟ لا 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 لا، قول لي النتيجه النهائيه في الاول وبعدين التفاصيل. الصوره كلها ملوثه يا دكتور. الجورنال ما نشرش موضوع البيت النهارده، لكن ما نضمنش، جايز يغيروا رايهم او تاخد هي موضوعاتها وتسرح بيها على جرايد ثانيه. وانت ايه رايك يا استاذ؟ الراي راي المعلمه. البت دي لازم تسكت. قلنا ده والخطه جاهزه. بلاش تردد يا حاجه. ومن غير دم يا ابو طالب. ولا نقطه يا معلمه. وبعيد عني. ولا ليكي دعوه. حنفي، جهز الرجاله اللي قالك عليهم ابو طالب. امتى يا استاذ؟ غالبا بكره، هكلمك واقول لك الميعاد النهائي. الو، مين؟ ابو الغار؟ اهلا يا دكتور. ايه مش قادر تنام قبل ما تمسي عليا يا عينيا؟ مع الاسف مش هقدر اقول لك احلام سعيده، لان من هنا ورايح احلامك هتبقى كوابيس. معلش استحملي شويه يا فضه. لمصلحتك يا فضه، انسي فيلا ابو الغار وابعدي عن طريقي نهائي. ماذا والا صحيفة سوابقك هتظهر والسابقة القديمة هينضاف لها جرائم جديدة. مين اللي قاله؟ عارف منين؟ مالك يا حاجة؟ قالك ايه الراجل ده في التليفون؟ بعد السنين دي كلها؟ بعدني نفسي ما نسيت؟ أرجوك تفهمينا الحكاية، ايه اللي غيرك وكدرك بالشكل ده؟ روح ربو، تعالوا الصبح. نروح ازاي ونسيبك في الحالة دي؟ أنا لا يمكن هيجيلي نوم قبل ما أعرف أبو الغار قالك إيه. سيبوني سيبوني، عايزة أنام. حاضر حاضر، يلا يلا بينا متر. مالك يا أبو فكري؟ تعال تعال يا تركي، هات دراعي. سنديني لحد اوضتي. يلا. تصوري يا امل لما الناس في اسكندريه تعرف ان الست اللي عملوها راعيه الفنون والثقافه عندها سوابق، ومش ماضيها بس يا امل، حاضرها كمان مش مشرف، تهرم من الضرائب، التجاره في الممنوعات، وال ايه؟ اثباتات؟ القضية القديمة يا بنتي مسجلة في أرشيف المحكمة. إيه مالك يا أمل؟ آه لا لا، ده مش هينفع في التليفون. طيب نتقابل بكرة الصبح وأنت من أهله. حكاية الممنوعات يا مطاوع، البوليس عارفها؟ من زمان يا دكتور، بس كل مرة كان يتقفش فيها واحد صغير من رجالة ابنها. ابنها مين فيهم؟ خير المهندس. وست ذاتها عارفة ولا؟ الله أعلم، بس في ناس بتقول إنها ما تعرفش وإن ابنها بيشتغل من وراها. غريبة، ولد
مليونير يعني مش محتاج ومتعلم، ده واخد بكالوريوس هندسة، مفروض التعليم يديله حصانة اللي يخليه يندفع في الطريق ده. المال الحرام ما يرويش يا دكتور، بالظبط زي المية المالحة مهما تشرب منها تعطش أكتر. والتربية كمان، لما الأم ذات نفسها تدخل السجن في قضية سرقة، ولما تخرج تشتغل في كل ما هو غير مشروع، تتوقع ابنها يطلع ايه؟ السابقة موجودة والأوراق دي فيها كل المعلومات اللازمة عن مجموعة شركات النور الفضي، والتحقيق اللي هتعمليه هيطرح أسئلة أكتر ما يقرر حقائق. الجورنال مش هينشر حاجة يا عمي، واضح إن الست فضة بدأت تستخدم السلاح اللي ما بيخيبش. سلاح إيه؟ إيه لهجة التشاؤم اللي بتتكلمي بيها دي يا أمل؟ ده مش تشاؤم، دي واقعية. لما تستسلمي للواقع السيء والمرفوض ده اسمه تشاؤم. طيب قول لي حضرتك ايه اللي قدامي وانا اعمله. زي ما كنت بتقولي قبل كده، الجورنال مش عايز برئيس التحرير، اطلعي للي فوق ولو ما نفعش للي فوقيهم. المشكله اني اصطدمت المره دي بالمنطقه المحرمه. سياسه الجورنال والاعلان مش كده، ومراكز القوه اللي في الجورنال مرتبطه بمراكز قوه تانية، برجال الاعمال والشركات الكبيره، وده يخلينا نستسلم يا امل؟ بالعكس، ده يكبر قضيتنا يا بنتي، ده يخليها قضية بلد بحالها. لا السكات لا، اليأس لا. انت عايز القضية توصل لمين؟ مين له اكبر كلمة في البلد؟ تقدر توصل لهم؟ مادام معايا الحق اقدر. ودلوقتي تشوفي. لا مؤاخذة يا سعادة البيه. ايه خير؟ خير في ايه يا طب؟ في ضيفة عايزة سيادتك. ضيفة يعني ما تعرفهاش؟ يا فندم طبعا عارفها، الست فضل معداوي. مين؟ غريبة. اكسبريسو ولا تركي؟ عالريح. وقول للدكتور انني مستعجل. يلا هز طولك، ما توقف زي عمود السواري. كل دماج. استنى عندك يلا انت يلا. يلا. انت لا بتبرطم بتقول ايه؟ افندم. هو الدكتور المفيد ملوش قرايب؟ معرفش. طب مفيش حد غريب بهزاره غير اللي احنا نعرفهم؟ باردون يا مدام، انا مش فاهمك. ما تخليك معايا امال، وما تبقاش حمار. ارجوك يا مدام. اقول لك ايه، انا هشوفك وروق. مدام مش ممكن ابدا يا مدام. طب اقول لك ايه، فوت عليا الليله في الوكاله بحبستك. فالجر. اهلا وسهلا. أهلا وسهلا يا فضة هانم. أهلا بيك يا دكتور، ما تأخذنيش إني جيت لك عريق كده ومن غير معاد. لا أبدا، أنت تشرفي في أي وقت. اسمحي لي أقدم لك أمل، أظن دي أول مرة بتقابلوا فيها بعض. لا أنا شفتها قبل كده وعرفاها، هي اللي شتمتني في الجورنان. أنا آسفة بس المسألة ملهاش دعوة بشخصك أنت يا ست فضة. المسألة خلصت خلاص. مادام اتأسفت سماح. اتأسفت إيه؟ هو خلاف شخصي بينك وبيني، دي قضية عامة يا هانم. الله 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 الله، أنت داخلة فيا شمال كده ليه يا حبيبتي؟ خبر يا دكتور بأني جاية وفتح لك دراعاتي علشان نصفي اللي بينا ونقول عفا الله عما سالت، تقوموا تقابلوني بالشكل ده؟ معلش ما تزعليش يا ست فضة، أمل ما تقصدش مش كده يا أمل. طبعا، عموما أنا مستعدة أتأسف لك تاني واعتذر لك بالطريقة اللي ترضيكي، ما دمتي ناوية تتصالحي مع الدكتور. هو احنا هنصطلحوا بس؟ ده احنا هنبقوا احلى من السمن على العسل ان شاء الله. طب مش تتفضلوا تقعدوا؟ لا معلش اسمحولي، انا عندي مشوار مهم مع بابا، عن اذنكم. مع السلامة يا حبيبتي. امل ايه بيكلميني؟ ان شاء الله. اتفضلي استريحي.
يريح قلبك. أنا تحت أمرك. أما تيجي القهوة. هي لسه ما جاتش حالا. مطاوع القهوة يا فندم. اتفضلي. يزيد فضلك. اتفضلي. شكرا. اي امر تاني؟ لا روح انت. ميرسي. مالك يا فضهاني؟ أنا بحقوقالك يا دكتور وغلطانة في حقك. طيب اهدي اهدي، المسألة ما تستاهلش البكا. غصب عني يا دكتور، ما يغركش الفلوس والهنا اللي أنا عايشة فيه. ربنا رزقني بالمال من واسع، لكن سبحانه خد مني قصادها هداوة السر وراحة البال. ياه، قصدك مش سعيدة يا فضة هانم؟ ولا شفت يوم سعادة يا دكتور. بالك أنا ملهوفة على الفيلا دي وبجري وراها ليه؟ سؤال سألته لنفسي كتير وما لقيتلوش إجابة مقنعة. هقول لك أنا قولي أنا سامعك. بس اعمل معروف، ما تضحكش عليا. أضحك عليك إزاي؟ مش ممكن. أنا بصراحة ربنا يا اخواتي أنا مش عارفة أقولها إزاي. أرجوكي ما تتردديش، قولي اللي في نفسك، ما تتصوريش سعادتي وأنت فاتحالي قلبك وبتكلميني لأول مرة بالود ده. وأنا كمان لأول مرة بفضفض قدام راجل غريب، لا هو من دمي ولا من أهلي. كلنا إخوات وقرايب. معلوم، عشان كده هقول لك على كل حاجة، واللي يحصل يحصل. أنا في الأول خالص قبل أنت ما ترجع من البلاد برة فكرت اشتري الفيلا دي، لما قالوا لي ان صاحبها قافلها على الفاضي، قلت خلاص ما تشتريها يا فضه ما دام صاحبها مش مزلوق لها، وهي حته تبقى جنب حتتك اللي وراها وتفتحيها على البحر. لكن لما المحامي انيس عصلك ركبت في دماغي بعنده وصممت ان انا اشتريها، لكن طبعا ما كنتش هضرب حتى على ايده ولا اخدها غصب عن صاحبها. انا كل اللي كنت هعمله كنت هزود الفلوس شويه، ولما ترفض كنت هصرف نظر. وما عملتيش كده بالفعل ليه؟ شفتك. نعم شفتك. شفتني يعني ايه؟ يعني كلمة ونظرة عين والاسم وياه. ايه؟ انا كمان ما صدقتش نفسي واتخانقت معاه. عيب يا فضة، ده انت عندك جوز عيال متجوزين وبنت على وش جواز، ما تعمليش كده فوق الراحك. افهم من كده انك وقعت فيك يا يا نهار اسود. واسود من قرن الخروب كمان. اني يحصل لي ده كله وبعد السنين دي كلها؟ الله يرحمك يا عبد يا شاطر. فتني ارمله عندها 23 سنه وثلاث عيال اتهكلت عليهم وفنيت شبابي فيهم. اتقدموا لي رجاله بالطوابير، كل واحد انقح من التاني، مال وشباب وصحه، لكن ولا واحد ملعيني فيهم لحظه واحده، ولا فكرت اجيب راجل يزل ولادي. أو بعد المشوار ده كله أتروش من نظرة؟ ونظرة من مين؟ من راجل عجوز ما يسواش في سوق الرجالة تلات أبيض؟ إيه اللي بتقولي ده يا ست انتي؟ ست أول مرة أحس بيها وأفتكرها. سنين وسنين وأنا راجل والكل بيتعامل معايا على إني راجل، حتى أولاد. أكيد بتتكلمي تحت تأثير عارض. مكالمتي لك امبارح بالليل هي اللي أنا ما خفتش يا دكتور، أنا ما فيش حاجة تخوفني من الكلام اللي أنت قلته لي في التلفون. السابقة كانت غلطة عيلة دفعت تمنها وراحت لحالها من 40 سنة،
وكلام الجرايد اشتريه بفلوسي، واي حاجه في الدنيا ادوس عليها برجليا. فهمني يا دكتور. يعني عند رجاله يسدوا عين الشمس في اي مطرح يخطر على بالك، وزني بقى انت حسيت وذقت طعمه. ايوه، العربيه اللي اتحرقت والبلدوزر اللي هد السور وقرر الازاله. وده كله تفاريح يا دوب. امال لما نخش في الغويط هتقدر تشوف انا ممكن اعمل ايه؟ ايوه كده، هي دي فضل نعرفها. اللي كانت بتتكلم من شويه غيرها. لا، هي دي فضل حقيقيه بعين. انا لا جيت اهددك ولا جيت احايلك، والفيلا دي كانت مجرد شكل، كانت حجه عشان اقرب منك وافضل ماسكه فيك ان شاء الله بالعداوه. منطق غريب مش قادر افهمه. ليه ما سالتش نفسك فيها ايه الفيلا دي علشان فضل معداوي تجري وراه؟ فيها حاجات كتيره ما تفهميهاش ومش ممكن تقدري قيمتها، وده المدهش في الموضوع. خليها لي، مش عايزاه، وفوقها كل اللي عندي. خدوا عن طيب خاطر بالهنا والشفاء على قلبك. كلام غريب يبرجل المخ، مش قادر افهمه ولا ارد عليه. مش عايزاك ترد عليا دلوقت. ايوه بس فكر وانا مستنيك. طيب استني. افكر في ايه؟ هو ده معقول؟ لقيت القبع نهد. لقيت السرداب؟ خير يا استاذ؟ اكتشفته، لقيت الباب كان مسدود بجدار، قلت للعمال اكسروا هنا، كسروا واذا بيه مفتوح قدامنا. تعالى وريهولي. استنى عندك يا دكتور. استنى ايه يا استاذ؟ محدش هيدخل القبو ده من اللحظه دي الا بتصريح من مصلحه الاثار. اثار ايه يا استاذ؟ تكونش فاكر انك اكتشفت موميا رمسيس الثاني ولا كنوز الملك خوفي؟ لقيت الاهم يا دكتور، وثائق ومذكرات مكتوبه بخط اليد بتحكي دور اهل اسكندريه في ثوره 19، ده غير المكتوب بالدم على الحيطان. كنا عارفين ده كله، مكتوب في الكتب، والاستاذ هشام اكتشفه قبليك. مجرد معلومات، لكن دلوقتي بقت اكتشاف مادي، وانا من واجبي ابلغ الهيئه ونشكل لجنه لمعاينه القبو، وبعد كده بنقرر اذا كان يعتبر منطقه اثريه او هيكتفوا بنقل الوثائق الموجوده فيه. التليفون لو سمحت. استنى يا نهاد، موقفك ده مش صح. دكتور مفيد هو صاحب الفيلا ومن حقه. تاكد ان انا بعمل ده لصالح قضيه الفيلا والدكتور مفيد. ازاي ما لاحظتوش ان ده حمايه للفيلا من محاولات فضل معداوي؟ الو، الدكتور مفيد موجود؟ لو سمحت قول له العربي. اهلا يا استاذ سيد، انت فين مختفي ليه؟ مين؟ والدك وابو طالب. وما تعرفش ايه طبيعه الحاجه اللي هيعملوها؟ يعني انا مستعد لاي مفاجاه. قول لي، هي فضه مشتركه معاهم؟ بتضحك ليه يا ابني؟ طبيعي، بس انت مش عارف اللي حصل منها. لو عايز تعرف تعالى الليلة، انا عامل اجتماع لكل الناس اللي حواليا علشان اشاورهم. اهلا وسهلا، مع السلامة. لعبة ساذجة وحيلة ما تخلش على عيل صغير. فضلات العنف مش هينفعها، انف مخها تخش عليك بسلاح الحريق. انا كنت متخيل ان الموضوع مكشوف ومش محتاج الاستشارة يا دكتور. حتى لو افترضنا انها مش حيلة وان الست فضة فعلا وقعت في دباديب حضرتك، فالنتيجة واحدة، مستحيل تفكر في حاجة زي كده. ليه يا امل؟ ليه؟ هي المسألة محتاجة تفسير يا دكتور. امل عندها حق يا دكتور، مش معقول حضرتك تفكر مجرد تفكير حتى في انك تتجاوب عاطفيا مع ست متخلفة زي دي، مفيش بينك وبينها اي شيء مشترك.
وانت يا سيد ما بتقولش رأيك ليه؟ انا قلت اسمع الاراء كلها الاول، ولو ان يعني المسألة مش محتاجة اراء لان المبدأ فيها واضح. ايوة يا مطن يا مبدئي سمعنا. اظن ده مش وقت تهريج، احنا بنتكلم جد. بعد اذنك يا دكتور انا قلت رأيي وارجوك تسمح لي استأذن. لا طبعا انا عايزك. معلش بكرة الصبح اكون عندك. المسألة ما تستناش لبكرة. انا اسف مش هقدر استنى. خلاص ادخل في المكتب. مطاوع دخل شاي ولا قهوة للأستاذ هشام في المكتب. حاضر يا فندم. اتفضل. ايه شغل العيال ده؟ كفاية كده يا امل، انت اللي تصرفي الجرح. بابا. بابا مش غلطان يا امل، انت بتعاملي هشام كأنه تلميذ في مدرسة عندك. الظاهر ان تسببت في لخبطة ما كانش ليها لزوم ابدا. كل اللي حصل ده برا الموضوع. اتفضل حضرتك كمل يا استاذ سيد. اتفضل. تسمح لي اتحشر في موضوع ما يخصنيش؟ اتفضل قول اللي انت عايزه. انطوى انت بتعامل امل هانم غلط كمان. الست اللي بتحب الراجل لكن من جواها خايفه الحب ده او متضايقه منه بتنفس عنه زي امل هانم بطريقه عصبيه ونرفزه وتعذيب للراجل، وزي ما بيقولوا بالبلدي لا بحبك ولا قادر على بعدك. والنوع ده بقى ما بيجيش بالذوق ولا بالحنيه ولا حتى بالقمصه والغضب. امال تتعامل معاه ازاي يا جناب الشيف؟ بالعنف والرزاله يعني. بردون بقله الادب يعني. الاصاله والذوق والجمال ضد السوقيه والابتذال والقيم الفاسده. صراع صراع لازم ينتهي بانتصار جانب وهزيمه الجانب الثاني. يبقى ازاي نفكر انهم ممكن يلتقوا ولو بالجواز؟ صح جدا، برافو يا استاذ، تحليل في منتهى الدقه والوضوح. ما حدش فينا مختلف معاه. تبقى المساله محسومه. عظيم. اتكلم انا بقى. الظاهر ان ما عرفتش اعبر عن اللي في دماغي كويس لما حكيت لكم الحكايه دي. تصورتم وده واضح من خلال ارائكم اني بفكر في عرض فضل مع الداوي وبشاور عقلي، لكن ده مش صح. الحقيقه يا اساتذه انا حاسم الموضوع من ناحيه المبدا اللي بيتكلم عنه الاستاذ عربي. انا عارف كويس قوي انه المساله مجرد مناوره بتعملها فضل مع الداوي، واللي بفكر فيه فعلا اني اناور بنفس سلاحها. اذا كانت فضل مع الداوي جايه تصيدني اصيدها انا وبنفس سلاحها. يعني ايه يا مفيد؟ يعني يقبل عرض الجواز عشان يحيدها ويأمن أذاه. بالظبط. طب وبعدين يتورط في جوازها عشان يحمي الفيلا؟ وفي الحالة دي تبقى الست فضة استولت على الفيلا وعلى صاحبها. ده إذا تم الجواز فعلا. قصدك إنك أكسب وقت لغاية ما أمن وضع الفيلا نهائي، وبعدها الخطوبة تتفسخ وكل واحد يروح في حال سبيله. الكل وافق على الفكرة. بس دي ما تفرقش عن الفكرة اللي أنا نفذتها قبل كده مع سمحة وقلتولي عليها دي انتهازية ولعبة غير شريفة. إحنا في حرب والحرب خدعة. والله يا دكتور أنا خايف عليك لكون أنت ضحية الخدعة دي وتصبح في يوم من الأيام تلاقي نفسك جوز الست فضل مع الداوي. عيب يا ولد. طب بيني وبينك عينك ما زغتش على الست فضل وبتقلب الموضوع في دماغك؟ مع إن الرد على هزارك ده لازم يبقى هزار إنما هاخده جد. مرة واحدة دخلت المرأة حياتي من 25 سنة. كنت سجلتير أول في سفارتنا في هولندا وهي كانت مصرية بتعمل رسالة دكتوراه في الزراعة. وقعت في مشكلة وجات لنا السفارة عشان نساعدها. لقيت فيها النموذج اللي بحلم بيه لشريكة حياتي. ما ترددتش، قربت منها واستجابت. بعد أسبوع كنا متفاهمين على كل حاجة. اتجوزنا 3 شهور. 3 شهور بس يا دكتور؟
3 شهور. تلاقيكوا اكتشفتوا انكم اتسرعتوا وان طباعكم متنافره واراء. ابدا، كنا منسجمين في كل شيء وكل يوم يمر يربطنا ببعض اكتر. امال ايه اللي حصل؟ صدرت الحركه الدبلوماسيه، لقيت نفسي ما نقول للهند وهي مضطره تفضل في هولندا عشان الدكتوراه. هو بعدتوا عن بعض؟ ما قدرناش. بعد شهر لقيتها بعتلي برقيه بتقول لي فيها انها اجلت شغلها في الرساله وجايه لي نيودلهي بعد اسبوع. رديت عليها وقلت لها ده غلط، اوعي تيجي، مفيش فايده. ويوم وصولها رحت لها المطار بس ما جاتش. اه رجعت في كلامها؟ مش هي، الطياره. يعني اصطدمت في جبال القلب وانفجرت. انا اسف. لسه متصور انه ممكن ادخل انسانة تانية في حياتي. انا كنت بهرج يا دكتور. وناوي تفضل تهرج لمتى يا هشام؟ ده سؤال ولا اتهام؟ ده سؤال يا ابني. يبقى افظع من الاتهام، لان السؤال تقرير واقع. جايز، بس ده مش رد. وانا اساسا رافض السؤال لاني مش مهرج. انا راجل واخد حياتي بمنتهى الجديه، ومش معنى اني بحب اقفش او اضحك او لطف جو اني بهرج، لا، ده مجرد اسلوب مش طبيعي. واكبر دليل حصل خلاص، انا قدمت ورقي عشان اسافر بعثه ايطاليا ادرس الفن فيها 3 سنين. هسيب ابويا اللي ملوش غيري، وشغلي في قصر الثقافه اللي بحبه رغم كل السلبيات اللي فيه، وقصة الحب اللي لسه ما كملتش. كل ده حرميه ورا ظهري علشان فني. يبقى فين التهريج يا دكتور؟ هو ده الرد اللي كنت مستنيه وسعيد اني سمعته. سمطاوع فندي. ايه سمطاوع؟ ايه في ايه؟ طب ازاي تتجرأ وتدخل اوضتي وانا نايم؟ انا خبطت عليك في الاول، انت اللي ما سمعتش. عايز ايه؟ أصل متوغش وأنا نام في الكشك بتاعي، حسيت بحركة مش طبيعية في الجنينة. في الأول قلت يمكن صوت الشجر مع الهواء، بعد شوية سمعت صوت باب الفيلا بيترزع. قمت جري، خرجت من الكشك، بصيت لقيت أشباح بتجري وناس بتخرج من سور الجنينة. قلت بس الفار لقيت في عبي، رحت فاتح الترسينة ودخلت على الهول، قعدت فتش يمين وشمال ما لقيتش حاجة. رحت عند باب السرداب، لقيت الحارس اللي معينه البيه بتاع الآثار غرقان في سابع نومة. قلت أجيلك يمكن تكون حسيت بحاجة كده ولا كده. لو فيه نملة دبت بره باب أوضتي كنت سمعتها. يا راجل بطل من الكلام دي، ده أنا قعدت أزق فيك وصحيك أكتر من ربع ساعة. طب سيبني أرجع أنام، وارجع أنت بقى لعشتك وكمل الحلم بتاعك، بس شد الغطا على وسطك كويس يا ضو كده. طيب أنت حر، أنا اللي عليا نبيتك وخلاص. يا ساتر بيه. صباح الخير يا ابو طه. صباح الخير يا فندم. ايه انا اتاخرت؟ لا يا فندم، بس في ناس تحت عايزين سعادتك. ناس مين يا ابو طه؟ حضرتك الدكتور مفيد ابو الغر؟ ايوه يا ابني. خير معايا امر من يابا تفتيش الفيلا. ليه؟ هتعرف دلوقتي، شوف شغلكم. القطعة الأثرية المضبوطة في بيتك في السرداب واللي حرزت بمعرفة البوليس، جبتها منين؟ أنا فوجئت بيها تماماً. السرداب لسه فاتحه الأستاذ نهاد، وهو اللي يقول لك إذا كان لقى فيها حاجة ولا لأ. رد يا أستاذ نهاد. بعد ما فتحت السرداب ولغاية ما عينت عليه حارس من المصلحة وروحت، يعني ما كانش فيه غير مجموعة أوراق ودفاتر قديمة. ده معناه إن الانتيكات والقطعة الأثرية اتحطت فيه بعد أنت ما مشيت. دوسك الكيد لموكلي يا سعادة الرئيس. لو سمحت ما تقطعش التحقيق يا أستاذ. تحقيق إيه؟ والحقيقة واضحة زي الشمس يا أستاذ. أي منطق يقول إن واحد زي له مركزه واسمه في الهيئة الاجتماعية يتاجر في الآثار المسروعة؟ إحنا بنحقق في واقعة معينة، وعايزين أدلة مادية تثبت إن مالكش صلة بالمضبوطات. المسألة بالمنطق يا سيادة الوكيل. إذا كان في مجرمين تسللوا الفيلا وحطوا الحاجات دي من غير ما نحس وراحوا بلغوا، هنجيب لك الأدلة المادية دي منين؟ في حاجة اسمها تمييز. حاسب على ألفاظك يا دكتور.
يحبس 4 أيام على ذمة التحقيق ويراعى التجديد له في الميعاد. عملت النهاردة كل المستحيلات عشان أقابلك وطمنك. خير يا نيس. هيئة الآثار كتبت تقريرها وتسلم النهاردة للنيابة. كل القطع الأثرية المضبوطة طلعت نسخ متقلدة. يعني يعني تهمة إحراز آثار مسروقة ما بقالهاش أساس، وبكرة إن شاء الله هتتعرض على النيابة وهتفرج عنك وبلا ضمان. مساء الخير. مساء النور يا فندم، اتفضل. أهلا أهلا يا دكتور صبور، أهلا وسهلا. اتفضل يا فندم في أوضة المكتب. لا معلش مش وقته، أنا جاي أسأل على أمل. هي ما جاتش عندكم النهاردة؟ لا يا فندم، دي ما بانتش. غريبة، أمال راحت فين؟ على الله تكون هي. هشام مش هنا؟ اهلا يا دكتور. اهلا يا متر. لا الاستاذ هشام ما بانش النهارده. الله، اختفى فين الولد ده؟ البنت كمان مش باينه. الحمد لله ان انت بخير. بخير؟ طول ما احنا عايشين ما متناش، طول ما احنا واقفين ما ركعناش، طول ما احنا مؤمنين ما يئسناش، هنفوق من اي كابوس. صدقيني يا امل. امل. وبناء عليه امرنا بالافراج عن الدكتور مفيد سعيد كامل ابو الغار بلا ضمان. الحمد لله. تقدر تتفضل يا دكتور. والناس اللي حاولوا يلفقوا لي التهمة دي، دي مسألة هتتولاها المباحث. وانا كده مش مفروض اروح على طول؟ اجراءات الافراج بتتم في القسم يا استاذ. تقريبا المحامي بتاعك المفروض يجي يقعد معايا. ايه ده؟ هشام فين الحكاية؟ اتفضل معاك، ده كسبة المعركة يا دكتور. يلا ممنوع الكلام، امشي. يلا بدر اتطلي. ايه يا محمود؟ في ايه يا نيس؟ الفضيحة مالية الجماهير يا دكتور. القضايا الكبيرة يبقى لازم لها ضحايا يا دكتور. مجرد فيلا بتمثل قضية، وانا هقول لحضرتك الكلام ده ولا ايه؟ احنا حسينا اتنبح لحد ما لمينا الناس حوالينا، وبقت فيلا بلغار هي قضية الساعة. الحجار اللي شايلة فن وتاريخ وبتمثل ذوق وعمر وريحة زمن. حافظ الكلام ده احسن مني. يبقى متخليش اي ظرف طارئ يؤثر على قرارك. هشام وامل عزاز علينا ويهمونا زي ما بيهموك، لكن لو حضرتك رحت لهم دلوقتي وسالتهم هيقولوا لك سيبنا يا دكتور ما تفكرش فينا. احنا هنعرف ازاي نثبت براءتنا ونطلع من المحنه دي؟ فكر انت في قضيتك، لان الدور عليك، ولو التفت ورا ناحيتنا هيطلوك غدر. انا معرفش اقول زي الاستاذ بتاع الفلسفه، لكن لا اقدر اقوله ان الفيلا دي بعد كل اللي حصل حواليها بقت اهم من الناس، اهم مني ومن امل هانم والاستاذ هشام. وكل اللي اتعمل فيهم ده طعم علشان يصطادوا بيه الفيلا. صدقني يا دكتور احنا مش هنسكت، احنا هنقاوم لغايه ما نطلع المحبوسين ظلم
بس زي ما قالك الأستاذ سيد، خليك أنت ماشي في سكتك وسيبنا إحنا نعمل اللي أنت مش فضيله. دكتور صبور، أستاذ أنيس، أنا خدت أصعب قرار على نفسي وحنفذه بكرة الصبح. مسلم وبنسحب بس اتفضل. يعني ايه يا دكتور؟ انا مش فاهمة حاجة. هادي يا اوراق الفيلا، مفيش داعي لتضييع الوقت، انا جاهز اروح معاكي حالا لشهر العقاري وابيع لك الفيلا. والتمن يا دكتور؟ بالنسبة للفلوس، التمن العادي للمتر في المنطقة زائد التمن اللي تقدرين المباني. وأني موافقة، وزيادة عليهم 100,000 جنيه من عندي. متشكر، بس في أهم من الفلوس. إيه؟ هشام أنيس وأمل صبور يخرجوا من القضية اللي تلفقت لهم، وانتي عارفة ازاي تخرجيهم. اتفقنا. اتفضل معايا يا دكتور نروح للمحامي. حمار التمساح يلا. خلاص يا دكتور. خلاص يا منتهى. وهيستلموها امتى؟ لم انت اللي تقدر تلمه، علشان بكرة ولا بعده بكتيره حييجوا معهم البلدوزرات. مش هيحصل. مستحيل. انت بعتها لهم تحت ضغط المؤامرة الدنيئة اللي تعرضت لها انا وامل، وده هخلي مسؤوليتنا اكبر. هنقاوم الطوفان لغاية اخر نفس. الفيلا ما بقتش فيلتك ولا فيلا فضل مع الداوي. الفيلا بقت قضية ملكنا وملك الناس كلهم. محدش هيسمح للغلام بانهم يدوسوا التاريخ والجمال والاصاله. انتوا ما حرمتوش، فيكم حيل تهتفوا. مش هيحصل. مستحيل. لازم نفهم كلنا ان المقاومه دلوقتي ما منهاش فايده. الفيلا انتقلت ملكيتها قانونا لفضل معداوي. الدكتور مفيد لا يملك التصرف في فيلا زي دي، واي اجراء اتعمل منافي للقانون لانه منافي للمصلحه العامه. الكلام ده هتقوله لمين؟ مش انا اللي هقوله، ولا احنا بس هنا، ناس كتير قوي هيقولوه يا استاذ انيس. صدقني. ايه اخبار الجامعه عندك يا فاطمه؟ اعضاء الاتحادات والاسر عاملين ندوات بيجمعوا الطلبه علشان المشكله، ومستنيين تدلهم اشاره يبتدوا حمله كامله. وفناني ومثقفي اسكندريه مستنيين نفس الاشاره. والناس ولاد البلد، اسكندرانيه الاصله اللي انت شفتهم يوم الحفله يا دكتور. مش فاهم حاجه ابدا. كل دول هيعملوا ايه؟ هيعملوا كل اللي هنطلبه منهم. ومش هم وبس، أنا من شوية قابلت نهاد وقال لي إن مصلحة الآثار بتعد تقرير هترفعه للمحافظ والرئيس الوزراء بتطالب فيه بوضع الفيلا دي تحت تصرفها واعتبارها أثر مملوك للدولة. والدوزر فضل مع الداوي مش هيستنى مذكرة الهيئة وقرار المحافظ ورئيس الوزراء.